السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ونرحب بأستاذنا مهندس عمرو زكي، هو حاضر في برامج أوتوديسك اي سي اي معتمد، وحاصل على شهادة السيرتيفايد بروفيشنال في الميكانيكال اند الكتريكال، وخبرة ما شاء الله كبيرة جدا في موضوع الانرجي اناليسيس، فإن شاء الله محاضرة موفقة. تفضل أستاذنا. ربنا يخليك والله يا باشمهندس عمر، أحب أرحب بيكم كلكم. معكم عمرو زكي، محاضر معتمد من اوتوديسك، اوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال ميكانيكال والكتريكال وستراكشر واركتكتشر، وحاليا شغال ام اي بي كوردينيتور. ده غير التراك بتاعي الاساسي اللي هو في الام اي بي عامه، يعني ممكن الناس من خلال الكلام تقدر تعرف انا يعني تخصصي ايه بالظبط. طيب المفروض النهارده احنا هنتكلم في المحاضره بتاعتنا عن الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس، وايه المميز او المميزات للانرجي اناليسيس عامه. بالنسبه لنا موضوع الانرجي اناليسيس ده يعني بيبقى راجع لديسيبلينز كتير او تريدز كتير، بيبقى ليه علاقه بالجزء الخاص بالمعماري، ليه علاقه بالجزء الخاص بالستراكشر، وليه علاقه كبيره جدا بالجزء الخاص بالام اي بي. الانرجي اناليسيس من الكلمه نفسها وفي تكوينها، ده بالنسبه لنا عمليه ازاي اعمل تحليل للطاقه او تحليل المبنى اللي موجود معايا، ازاي اقدر استفيد اكبر استفاده ممكنه من المبنى بان انا اخلي المبنى ده حاصل على جريد مثلا زي الجريد الخاص بالليد، ازاي اخليه صديق للبيئه. طبعا ده بيعتمد على اعتمادات كتير جدا خاصه بالمعماري وخاصه بالانشائي. احنا هنتكلم على ما يخص بالجزء الخاص بالام اي بي، لان احنا المحاضره بتاعتنا الانتجريشن بتاعها ويز الام اي بي. طيب دلوقتي الشير بالنسبه لنا واضح، انا بس هبدا ان انا اعمل برزنتيشن اعرضه. طبعا اللي بيتكلم عن انرجي اناليسيس المفروض ان هو يكون عارف نظريات الجرين بيلدينج عامه، او نظريات الاستدامه، او نظريات المباني الخضراء، لان كتير من النظريات دي او المسميات دي الناس بتيجي والله لما بيجي لها المشروع يجي اول ما المشروع يجي يقول لك اوه هبص للمشروع على طول وهبدا الشغل بتاع الام اي بي بتاعي، اشوف الانظمه المختلفه وابدا ان انا اشتغل. لكن ممكن يجي لك كلمه واحده تخليك تعيد الاعتبارات كلها اللي موجوده عندك في المشروع، الا وهي ان المبنى ده هيتعمل بنظريه الليد، او المبنى ده داخل في الاستدامه، او المبنى ده يطبق عليه الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس. هنا هبدا اشوف الاعتبارات بتاعتي بالنسبه للسيستمز بتاعتي، وريدي اقدر ان انا اعمل بينها انتجريشن وما بين الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس، لان المفروض ان انا اوصل بموضوع الانرجي اناليسيس ان انا اعمل توفير للطاقه اللي موجوده عندي داخل المبنى. اقدر اعمل توفير لكل الاليمنت اللي موجوده عندي، اولا توفير مثلا لكميات الميه اللي انا اقدر ان انا استخدمها داخل المبنى. اقدر اشوف الجزء الخاص باللوكيشن بتاعي والترانسبورتيشن اللي انا اقدر اوصل بيهم للمبنى ده، اشوف الجزء الخاص بالمواد والمكونات بالنسبه للحوائط، ده بالنسبه للجزء الخاص بالمعماري، وضعيه المبنى نفسه واللوكيشن بتاعه داخل السايت عشان اقدر اشوف بالنسبه لي الجزء الخاص باتجاه الشمال وتاثير اشعه الشمس اللي موجوده معايا، واقدر احسب اتجاه الرياح اللي موجود عندي، واقدر اعمل ادجاستنج للجزء الخاص بالترو نورث، واحسب الجزء الخاص بالسان باس وتاثير اشعه الشمس على المبنى علشان اقدر اشوف الجزء الخاص بالاحمال الحراريه. ثاني حاجه ببص كمان على الجزء الخاص باختياري للجزء الخاص باللايتنج. ليه؟ لان انا لو اخترت لايتنج بشكل كبير او بشكل مبالغ فيه فاوريدي انا زودت كونسيومنج للطاقه اللي موجوده معايا. لو اخترت لايتنج ممكن يكون الانبعاث منه الحراري بيكون كبير، فاوريدي انا هضطر ان انا احتاج لحمل حراري ان انا اتغلب على الحمل الحراري ده، فاوريدي هتعامل مع الجزء الخاص بالتكييف فهزود الحمل بتاعي عشان اتغلب على الحراره اللي موجوده عندي داخل المكان، فاوريدي في اعتبارات كتيره موجوده معايا. ده غير ان انا ليا نقط معينه زي الجزء الخاص بالبرينك واسيت، ودي هنقدر ان احنا نتكلم عنها. فانا اوريدي اشتغلت في معظم الجلف كونتريز زي قطر، زي دبي، زي السعوديه، اشتغلت كمان مع عمان والاردن، واشتغلت في العراق. فاوريدي يمكن انت بتشوف النظريات نفسها ماشيه ازاي. في الغالب معظم الجلف اريا عامه بيرجعوا لحاجه اسمها اليو اس جي بي سي، دي المنظمه المفروض اللي بتدي لك الاعتمادات الخاصه بالليد، او ان انا اقدر اتعامل مع الجزء الخاص بالجرين بيلدينج. لو جينا نتكلم في نقطه ان كل بلد وليها اختلافاتها، هقول لك ايوه، يعني مثلا قطر ليها نظريات معينه في عمليه
توفير الطاقه او ترشيد الطاقه اللي موجوده عندك بالنسبه للجزء الخاص بالميه، بالنسبه للجزء الخاص باستخدامك للتكييفات نفسها، او الجزء الخاص بحساباتك الاحمال الحراريه اللي موجوده معاك. المبنى نفسه لازم يكون فيه اشتراطات معينه وانت شغال. نفس الكلام موجود في دبي، وخلي بالك احنا بنتكلم على دبي غير الامارات غير الشارقه غير العين غير ابو ظبي، كل واحده من دول ليها الاعتمادات بتاعتها. لو جينا هنا ده الجزء الخاص بالجرين بيلدينج، ايه تعريف الجرين بيلدينج نفسه؟ بيقول لك الجرين بيلدينج ده البيلدينج ذات in its design, construction or operation reduces, eliminate the negative impact and can create positive impact on our climate and natural environment. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا لما اجي اعمل المبنى بتاعي واقول والله ان المبنى ده داخل في الكونسبت الخاص بالجرين بيلدينج عامه او نظريه المباني الخضراء، فابقى عارف كويس قوي ان المبنى ده مبنى صديق للبيئه، مبنى اقدر ان انا احصل منه على فايده، ما احصلش منه على حاجه اسمها نيجاتيف امباكت، يعني يخرج منه بعض الملوثات او ان المبنى ما يكونش فيه ترشيد للطاقه، فبالتالي مش هيكون صديق للبيئه. المبنى اللي هو بيعتمد على الجرين بيلدينج بيبقى له اعتبارات معينه في الجزء الخاص بتوفير المياه اللي موجود عندي، توفير عامل الكهرباء اللي موجود معايا، اللوكيشن اللي موجود عندنا، طريقه الوصول للموقع. المبنى نفسه ما بيطلعش ملوثات، يعني دلوقتي لو انا اوريدي انظمه الصرف المختلفه اللي خارجه لي من المبنى نفسه، انا عندي في حاجه اسمها جراي ووتر، عندي في حاجه اسمها بلاك ووتر، عندي الصرف اللي موجود معايا، ممكن اختار نوع الصرف اللي موجود عندي، يعني السيستمز المختلفه، سواء كان 1 بايب سيستم، سواء كان 2 بايب سيستم، فبقدر استفيد. لو انا اوريدي عندي مثلا ويست وسويل اللي هم الجزء الخاص بالتو بايب سيستم، الويست ده بالنسبه لي الميه اللي بتخرج من الاحواض او الباستابز اللي هي بالنسبه لي البانيو، او الجزء الخاص باللافاتوريز او الشاورز، اقدر ان انا استفيد من الميه اللي موجوده عندي دي بان انا ادخلها على محطه معالجه واستفيد بيها مثلا في ان انا ادخلها على حاجه اسمها غابه شجيريه. ادي نقطه. نقطة تانية ممكن إن أنا أعالجها معالجة ثلاثية وأرجعها تاني في أعمال الفلاشنج اللي موجودة معايا. إذا أنا ما بعملش هدر للمية اللي موجودة عندي مثلا داخل المكان، استخدامي للأجهزة اللي موجودة عندي، استخدامي للأجهزة اللي موجودة عندي داخل المبنى اللي هي البلومينج فيتشر ده أوريدي بيدخل معايا المعماري بشكل كبير جدا. ليه؟ أوريدي البلومينج فيتشر دي ما ينفعش إن أنا أستخدم بلومينج فيتشر ما تكونش محققة الاشتراطات الخاصة بالليل اللي هي أوريدي موفرة للطاقة، ما بتعملش هدر للميه بشكل كبير جدا زي اللي احنا بنقدر نستخدمها او الموجوده معانا في المنازل مثلا او في بعض الاماكن. يعني مثلا لو جينا نتكلم عن المستشفيات او الاوتيلز، بتلاقي والله ان البلومينج فيتشر بيبقى فيه حاجه اسمها سنسورز علشان تعمل لك توفير للطاقه، مش كل شويه الميه اللي موجوده معاك تفضل شغاله. تمام؟ فاوريدي المبنى لازم يكون صديق للبيئه، ولازم نستفيد منه في الجزء الخاص ان احنا نعمل حاجه اسمها كرييت بوزيتيف امباكت، ان كل اللي بيخرج من المبنى ده اقدر ان انا استفيد بيه واقدر ان انا اوظفه في خدمه المكان اللي موجود معايا. في نقطه كمان مهمه جدا، وهي ان انا ما ينفعش اجي واخلق بيئه بالنسبه لي في المبنى ده تاثر لي على الموقع اللي موجود معايا. زي دلوقتي لو انا استخدمت اضاءه خارجيه او حاجه اسمها external lighting بشكل عالي قوي، الاكسترنال lighting ده ممكن يظهر عنه او ينتج عنه حاجه اسمها glaring. glaring ده معناه التوهج. بالنسبه لي ممكن ياثر على الطيور اللي موجوده معانا داخل المكان. هتقول لي انا ماليش علاقه بالطيور، انا ليه علاقه بالمبنى بتاعي. اقول لك لا، من الاشتراطات اللي موجوده عندك علشان تحقق الجريدز بتاعت النيد اللي موجوده معاك انك ما تاثرش على الوسط المحيط اللي انت موجود فيه. تمام؟ في نقطة كمان الجزء الخاص بالترانسبورتيشن، إن المبنى ده أقدر إن أنا أوصل له بسهولة. في ناس تيجي تقول لك والله لو مباني في أماكن بعيدة، ولا مبنى موجود معايا في وسط البلد مثلا، أو في مكان ما موجود في وسط الدولة، لما يجي الاختيار عشان تاخد النقط بتاعته، لأن أنا أوريدي علشان أجمع الجزء الخاص بالليد أو أديله الجريد لازم أجمع بعض البوينتس الموجودة معايا وأحقق حاجة اسمها البري ريكويست اللي إحنا بنتكلم على اللي هي اشتراطات أساسية موجودة عندي علشان اقدر احقق الجزء الخاص بالجرين بيلدينج. طيب يفضل ايه؟ يفضل ان المبنى يكون في وسط البلد. ليه؟ سهل ان انا اوصله بالترانسبورتيشن. طبعا في معظم المدن الجديده دلوقتي بقى موضوع الترانسبورتيشن بقى يحاولوا ان هم يسهلوا الدنيا شويه بحيث ان انت تقدر توصل لاكبر استفاده ممكنه من المبنى نفسه. وفي نفس الوقت لو انت هتحقق له الجريد بتاع الليد، انا عندي فيه ثلاثه جريدز موجودين معايا، يا اما سيلفر يا اما جولدن يا اما الجزء الخاص بالبلاتينوم. طيب عندنا في اشهر 10 دول
موجوده معانا محققه الجزء الخاص بالليد، او قدرت انها تستفيد بان المباني اللي موجوده فيها هي مباني صديقه للبيئه. اول حاجه كندا، عندك تاني حاجه الصين، تالت انديا، الرابع البرازيل، الخمسه كوريا الشماليه، سته المانيا، عندك وتايوان ومملكه العرب اميريتس وتركيا والسويد. طبعا دخلت معاهم بعد كده قطر وبعض الدول اللي موجوده، ولكن انا بتكلم لك عن التوب 10. التوب 10 دي بالنسبه لنا اشهر دول موجوده عندي قدرت انها تتعامل مع الجزء الخاص بالجرين بيلدينج، واصبحت المباني اللي موجوده فيها هي مباني صديقه للبيئه وما بتخرجلكش اي ملوثات. فمصر يا جماعه احنا معانا مبنى حاصل على البلاتينم، تمام؟ في مبنى في مصر موجود معانا حاصل على البلاتينم اللي هو الجريدي اجريكول. ده بنك حاصل على البلاتينم، وده اعلى فئه من الجزء الخاص باللي. طيب لو جينا نتكلم على الكريدت كاتيجوريز، انا بالنسبه لي عندي حاجه اسمها الووتر افشنسي، الانرجي والاتموسفير، الجزء الخاص بالماتيريال والريسورسز، الجزء الخاص بالاندور انفايرمنتال كواليتي، والجزء الخاص بالانوفيشن والان اوبريشن، والجزء الخاص بالسستينابل سايتس. ودي بالنسبه لي الليد كريدت كاتيجوريز اللي موجوده عندي علشان احقق المنظومة دي كلها. كل حاجة من اللي قدامي دول وليها نقط، أنا لازم إن أنا أستفيد من النقط اللي موجودة معايا. لو جالي مشروع أبدأ إن أنا أشتغل فيه إزاي؟ في أكتر من طريقة عشان كمان تقدر تعمل بينهم انتجريشن وما بين البيم. المفروض إن المشروع لما بيجي أول حاجة والله بشوف طبيعة السايت اللي موجودة عندي هتكون عاملة إزاي. ثانيا بشوف الجزء الخاص بالكلايمت كونديشن اللي موجود معاه، هل هو هيأثر لي على الشغل بتاعي ولا لأ؟ تالت حاجة موجودة عندي ازاي هتخلص من الملوثات اللي موجودة معايا، وهتخلص من الجزء الخاص بالرابش زي ما بيقولوا، او اللي هيخرج من اعمال الكونستراكشن. ما ينفعش انها تتساب معايا، طريقة التخلص منها ليها طرق معينة عشان تقدر انت تستفيد بان انا اخلي المبنى بتاعي يحصل على الجري بتاع الليد. خلي بالك ان انت في كل مرحله من المراحل اللي موجوده معاك انت بتعمل صور وبتاخد بيكتشرز موجوده معاك من خلال الموبايل، وبترفقها بالملف اللي انت اصلا فاتحه على موقع اليو اس جي بي سي عشان اقدر احقق النقط اللي موجوده معايا، لان هم في الاخر هم اللي هيدوني الاعتماد المبنى ده هياخد الجري بتاع الليد سواء كان سيلفر او جولدن او بلاتينم وكل حاجه من دول، والمفروض ان ليها النقط بتاعتها. فالووتر افشنسي اول حاجه المفروض ان انا احافظ على كميه الميه اللي المفروض هتخرج لي من المبنى، يبقى اوريدي لازم اعمل ترشيد لاستهلاك المياه اللي موجوده عندي. يبقى ما ينفعش ان انا اخرج الميه، تمام؟ ما ينفعش ان انا اخرجها واصرفها على بره، لكن ينفع ان انا استفيد من ميه الصرف اللي موجوده عندي واعالجها وارجعها تاني علشان نون بوتابل ووتر وارجعها في اعمال الفلاشنج مثلا. ادي نقطه. تاني نقطه ممكن استخدم بلامين فيتشر موجوده عندي ما بتعملش اسراف في الميه وما بتخلينيش استهلك كميه ميه كبيره ممكن تكون متصله بسنسورز. اذا انا اقدر اعمل واتعامل مع الجزء الخاص بالووتر افشنسي. طريقه كمان ان انت تخرج الميه اللي موجوده معاك سواء ميه الصرف سواء ميه البلاك ووتر اللي موجود معايا سواء ميه الجراي ووتر، اقدر ان انا اتعامل بيها. انا ممكن اعمل حاجه اسمها غابه دائريه، او اعمل مسطح اخضر حوالين المكان اللي موجود عندي عشان بالنسبه لي يقدر يولد لي الاوبشن اللي موجود معايا. ثاني حاجه الجزء الخاص بالانرجي والاتموسفير. انا بالنسبه لي عندي عامل مهم جدا بالنسبه للجزء الخاص بالاتموسفير. كلايمت كونديشن يفرق معايا كويس قوي علشان موضوع اللوكيشن بتاعي. دلوقتي مثلا انا لو المبنى بتاعي في قطر غير لما يكون المبنى بتاعي في الكويت، غير لما يكون المبنى بتاعي في المانيا، غير لما يكون المبنى بتاعي في فرنسا. تفرق كتير علشان الجزء الخاص بالكلايمت كونديشن اللي موجود معايا، علشان اقدر اتعامل مع الجزء الخاص بالاحمال الحراريه واقدر ان انا اوظفها كويس قوي بحيث ان انا استفيد من ان المبنى ما يبقاش فيه حمل حراري عالي، لان اوريدي لو في حمل حراري عالي هضطر ان انا اتعامل مع سيستم اتش باك او سيستم تكييف يتغلب على العامل الحراري اللي موجود معايا ده. اوريدي كده هكلف نفسي كمان باور، فاوريدي انا كلفت نفسي كوست الكتريكال كوست، تمام؟ فانت لازم يكون المبنى معاك صديق للبيئه ما بيكلفكش التكلفه اللي انت ممكن تتخيلها. ادي نقطه. اوريدي بنرجع للجزء الخاص بالانيشال كوست بتاعنا، بس ده اللي هيفرق معانا بعد كده. رولينج كوست هيبقى العمليه بتاعتنا مش صعبه، هيبقى العمليه بتاعتنا كويسه جدا، غير ان المبنى بتاعي مش هيكون بيخرج اي ملوثات. ثالث حاجه الماتيريال والريسورسز. الجزء الخاص بالماتيريال بتاعتي اللي داخله معايا في التكوين بتاع المبنى، مثلا انا ممكن ان انا اتعامل مع الابواب الخاصه بالمبنى نفسه.
في ابواب المفروض انها هتتشال وتحط ابواب جديده مثلا. فدي ممكن ان انا اتعامل مع الابواب الجديده بان انا اعمل لها اعاده تصنيع او اعاده هيكله موجوده معايا، ولو مش كده فاوريدي بيبقى في طريقه معينه للتخلص من الاجزاء اللي موجوده معايا دي، ما ينفعش ان انا اسيبها داخل السايت اللي موجود عندي. الجزء الخاص بالاندور انفايرمنتال كواليتي، انا لازم اكون مهيئ بيئه داخل المكان اللي موجود معايا. بالنسبه للجزء الخاص بالكلايمت كونديشن، يعني مثلا لازم اكون موفر الجزء الخاص بحاجه اسمها الكومفورت تمبريتشر، لازم اكون حافظ على درجه حراره المبنى اللي موجود عندي جوه المكان، لان اوريدي ده هيساعدني لو المبنى مثلا كمبنى اداري فهيساعدني في عمليه الانتاجيه اللي موجوده عندي داخل المكان. لو المبنى مثلا مبنى سكني فاوريدي هيساعد الناس اللي موجوده عندي في المكان على اعمال الراحه، ادي نقطه. وفي نفس الوقت مش هيأثر لي على المبنى ولا هيأثر لي على الجزء الخاص بالكلايمت كونديشن اللي موجود معايا داخل المكان. ثالث حاجه ان لازم اكون المصدر بتاع المكان من الداخل ما بيأثرش على الخارج، زي ما قلنا في الجزء الخاص لو انا عندي اكسترنال لايتنج ما ينفعش انها تكون بشكل كبير جدا عشان ما يحصلش حاجه اسمها بليرنج وبالتالي تأثر على الكائنات اللي موجوده عندي حوالين المبنى او في البيئه بتاعتهم، وسبب ان الحيوانات دي او الطيور اللي موجوده عندي دي ما تبقاش موجوده في البيئه بتاعتها. الجزء الخاص بالانوفيشن اند اوبريشن، انا بالنسبه لي اثناء عمليه الكونستراكشن نفسه اعمال الليد يا جماعه بتبدا معايا من مرحله ان انا بشوف الموقع نفسه لحد ما المبنى بيخلص بالكامل ويتحط فيه كل الكومبوننت وكل السيستمز اللي موجوده عندي، وفي الاخر يبدا المبنى ياخد الجريد بعد ما بكون حطيت المراحل المختلفه دي كلها، لان قلنا اللي بجمعها في ملف باسم المشروع اللي موجود معايا وبيكون كل ده موجود على موقع اليو اس جي بي سي. هم اوريدي بيدوني على كل جزء من الاجزاء اللي موجوده معايا دي بيدوني نقط، وانس ان هم بيدوني نقط انا بجمع النقط اللي موجوده عندي دي علشان احقق الكاتيجوري اللي انا عايز اوصل له. سستينبل سايتس ده بالنسبه لي السايت نفسه بيكون محقق الجزء الخاص بالسستينابيلتي، يعني ما بيكونش سايت فيه ملوثات، ما يكونش مثلا انا هعمل مبنى اداري مثلا او مبنى سكني، يعني بالاخص مبنى سكني مثلا جنب محطه كهرباء او جنب شركه، يعني شركه مثلا او مصنع، مصنع مثلا بيخرج مخلفات، فاوريدي لا انا كده مش محقق الجزء الخاص بالسستينابل سايت. فلازم اكون محقق النقط اللي موجوده معايا دي اللي على اساسها اقدر اشوف الاعتبارات اللي موجوده عندي كلها. طيب لو جينا هنا ده السيرتيفيكيشن اللي احنا كنا بنتكلم عنه، احنا عندنا في حاجه اسمها الريتنج اللي موجوده عندي، بيقول لك هنا الجرينز اوف ليد بروجكت از بيست اون 100 بوينت سكيل ويز ان اديشنال 10 بونس بوينت. انا اوريدي لازم احقق نقط معينه، مجموع النقاط اللي موجود معايا هو اللي بيأهلني انا هحصل على اي سيرتيفيكت من السيرتيفيكتس اللي موجوده معايا. يعني انا ممكن يكون عندي السيل الجزء الخاص بالسيرتيفايد اهو من 40 ل 49، طب السيلفر من 50 ل 59 بوينت، الجولد من 60 ل 79، البلاتينم من 80 فيما فوق. ده الريتنج اللي موجود معايا اللي اقدر ان انا يكون معايا المبنى محقق الجريد اللي انا عايز اوصل له. فانا اوريدي كل حاجه انا بحققها بالنسبه للجزء الخاص باللوكيشن والترانسبورتيشن ووضعيه المبنى اللي موجود معايا داخل السايت عشان احقق الاتجاه الشمالي اللي موجود معايا، الجزء الخاص بالووتر افشنسي، الجزء الخاص بالالكتريكال اللي موجود معايا، الجزء الخاص بالسستينبل سايت، كل حاجه من دول بتحقق لي نقط معينه. كل حاجه من دول بجمع النقط اللي موجوده معايا عشان اقدر احصل على الجريد اللي انا عايزه او اللي انا عايز احققه داخل المبنى. بيقول لك البروجكت ماست ساتيسفاي 3 ريكويرمنت اوف سيرتيفيكيشن، ميت ذا مينيمم بروجرام ريكويرمنت اللي هو موجود معايا ده، ساتيسفاي اول بري ريكويست اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، الجزء الخاص ساتيسفاي كومباينيشن اوف كريدت ذات اتشيف ا سيرتين نمبر اوف بوينت فور ذا ديزايرد سيرتيفيكت ليفل. انت وانت داخل للمشروع بتبقى عارف والله انا عايز اوصل لجريد اي او عايز احقق سيلفر ولا جولدن ولا بلاتينوم علشان اعرف انا هشتغل على اي نقط، لان في نقط ممكن ان انا ما ينفعش ان انا اشتغل عليها نتيجه طبيعه المكان اللي انا موجود فيه. هو انا دلوقتي ممكن المكان او الكلاينت او الاونر يكون اختار قطعه الارض، فاوريدي ممكن في نقط انا افقدها عندي في الجزء الخاص بالويزر والجزء الخاص باللوكيشن والترانسبورتيشن، فحاول ان انا احقق النقط الثانيه في الاعتبارات الثانيه اللي موجوده معاها. طيب ده الليد سكور بوينتس، ده بالنسبه لي الشيت اللي المفروض انا بحقق منه النقط اللي انا اقدر ان انا استفيد منها. يعني مثلا تعالى هنا الجزء الخاص
بالسستينبل سايت، عندي كونستراكشن اكتيفيتي بلوشن بريفنشن، انت بتمنع الملوث اللي موجود معايا. اول حاجه السايت سيلكشن، انا في نقطه هنا ديفلوبمنت دينستي والكوميونتي، في عندي هنا خمس نقط. انا بقى اقدر اختار بند من البنود اللي موجوده معايا دي اللي اقدر استفيد منها واحاول ان انا احققها عشان احقق النقط الاعلى وفي الاخر اجمعها. بس خلي بالك في حاجه اسمها بري ريكويست، بري ريكويست حاجات اساسيه ما ينفعش ما تكونش موجوده، ما ينفعش ما تكونش موجوده. فبكرر النقطه دي كويس قوي، بري ريكويست في حاجات اساسيه موجوده وفي هنا نقط موجوده عندي هنا اقدر ان انا استفيد منها واقدر ان انا احقق النقط اللي انا عايزها. ووتر افشنسي اقدر اخد هنا مثلا من 2 ل 4 الووتر افشنسي في اللاندسكيبنج اللي موجود معايا. يعني موضوع اللاندسكيب ده موضوع برده مهم جدا عشان اعمل اريجيشن. دلوقتي انا عندي حاجه اسمها سوفت سكيب وعندي حاجه اسمها هارد سكيب. دلوقتي عامل مسطح شجري موجود معايا، يعني مثلا عندي بولز، عندي تري، عندي جزء خاص بشربس، عندي مسطحات لون اريا. طب دلوقتي الميه اللي انت بتروي بيها، هل الميه دي بعد ما هتعمل اعمال الري اللي موجوده عندك دي هتقدر انت تعمل لها صرف بشكل معين؟ تمام، اقدر ان انا ارجعها استخدمها تاني في مناطق معينه غير طبعا الجزء الخاص بالبالمز والتري، لان اللون اريا مثلا بيتحط له ميه نقيه. مثلا هل انا ممكن ان انا استخدم الميه المعالجه في ان انا مثلا اتعامل مع الجزء الخاص بالشرابس مثلا الشجيرات الصغيره وهكذا، انرجي اتموسفير الجزء الخاص بالماتيريال. انا هنا بقعد اجمع النقط اللي انا بحققها وفي الاخر بشوف والله انا المفروض بحقق 100 نقطه مثلا وعندي فيها 10 بونص، ممكن اتعامل مع النقط اللي موجوده واحقق بقى طبقا لكل جريد انا عارفه، سواء كان سيلفر سواء كان جولدن سواء كان الجزء الخاص بالبلاتينم. طبعا دلوقتي بقى احنا ازاي نعمل انتجريشن، احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالجرين بيلدينج عامه واوفر فيو سريع. طيب دلوقتي بقى ازاي اتعامل مع الموديل نفسه؟ هل البيم نفسه كمنظومه يقدر يحقق لي الموضوع ده؟ اقول لك ايوه يقدر يحققه لك. كان زمان بيعتمدوا على بعض البرامج زي برامج فازاري مثلا، ده من ضمن البرامج اللي بتحقق الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس. ولكن دلوقتي انت عندك برنامج زي برنامج الريفت، هو احد البرامج اللي بيحقق لك المنظومه دي كامله. هتقول لي ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك والله نبدا الاول ببعض المعلومات اللي ممكن تكون مغلوطه. اول نقطه، احنا عندنا البيم مش ريفت. البيم ده يا جماعه مجموعه من البرامج اللي بتحقق الجزء الخاص بالبيلدنج انفورميشن مودلنج او البيلدنج انفورميشن مودل. احنا عندنا اصلا بيلدنج انفورميشن مودلنج ده عندنا بيساوي او الجزء الخاص بالبيم بيساوي بيلدنج انفورميشن مودلنج زائد الجزء الخاص بحاجه اسمها البيلدنج انفورميشن مودل. احنا بالنسبه لنا في مودلنج وفي مودل، عندنا في اختلاف التعريفين اللي موجودين دول. المودلنج بالنسبه لي والمودل، المودل بالنسبه لي ده بالنسبه لي الموديل اللي انا اوريدي عملت له كرييشن واقدر استفيد من الجزء الخاص بين الداتا اللي موجوده فيه، لان احنا المفروض ان البيم ده عباره عن مجموعه من الداتا اللي موجوده عندي اللي انا اقدر استفيد بيها في المراحل المختلفه، سواء من بدايه المرحله بتاعه البري ديزاين اللي موجوده معايا او الكونسبت ديزاين وصولا بمراحل الاوبريشن اللي موجوده عندي. تمام؟ طيب عندنا في حاجه اسمها LOD، LOD ده Level of Development، بينقسم إلى حاجة اسمها LOD اللي هي Level of Details like LOI اللي هو Level of Information، وده برضو بيخليني أشوف أنا هوصل لمراحل إيه متقدمة عندي في الموديل. المفروض إن أنت برنامج زي برنامج الريفت هو أحد البرامج اللي بتحقق لي منظومة البيمج. في برامج تانية كتير زي أركيكاد، زي الجزء الخاص بالنافيز وورك، لكن إحنا دلوقتي هنتكلم على الجزء الخاص بالريفت. هل لو انا عملت كرييت لموديل موجود معايا، هل اقدر استفيد منه بان انا اول حاجه اعمل حسابات الاحمال الحراريه اللي موجوده عندي؟ هقول لك ايوه. هتيجي تقول لي والله يا باشمهندس ما بيعتمدوهاش كاستشاريين، هقول لك والله لما هتيجي في ليفل معين زي ما كنت بكلمك على الجزء الخاص بالال او دي، في عندي حاجه اسمها دوكيومنتيشن في الريفت او دوكيومنتيشن في البيم. دوكيومنتيشن دي بالنسبه لي ان انا اقدر اطلع الكالكوليشن اللي موجوده عندي باستخدام نظريات البيم المختلفه عشان اقدر والله استفيد من الموديل ككل. الريفت عندي بيتعامل مع الاكواد. الناس الديفلوبر اللي عملوا البرنامج نفسه اوريدي دخلوا لك اكوادك زي الاكواد الخاصه باشري، زي اوريدي الاكواد الخاصه بالاي بي سي اللي هو بالنسبه لي الانترناشونال بلامينج كود اللي موجود معايا، دخلوا كمان طريقه الحسابات اللي موجوده معاك. فانت اوريدي عندك
برنامج زي برنامج الريفت ده قدر ان هو يحقق لك الاعتبارات اللي موجوده معاك داخل التصميم وداخل الاكونت. طب دلوقتي هل انت تقدر تطلع لي الاحمال الحراريه بتاعتي؟ هقول لك ايوه. طب دلوقتي لو الاستشاريين ما بيعتبروش الاحمال الحراريه دي او ما بيعتمدوهاش الا على برنامج الهاب اللي هو الهارلي اناليسيس بروجرام، فاوريدي انت تقدر ان انت تخرج من الريفت فايل اسمه جي بي اكس ام ال فايل، وده فايل فول اوف داتا موجود عندك، اقدر ان انا استفيد من الداتا اللي موجوده عندي دي، لان اوريدي باشمهندسين اللي شغالين تكييف او اللي يعملوا الحسابات الخاصه بالهيتنج والكولينج لود اناليسيس اوريدي لما بييجوا يبداوا شغلهم بيعملوا ايه؟ اول حاجه بيحددوا الاعتبارات اللي موجوده عندك للمبنى ده، المبنى ده هو ايه بالظبط التايب بتاعه. ثاني حاجه بيجي يدخل على كل سبيس ويحدد التايب بتاع السبيس اللي موجود عنده بالظبط، ويدخل على كود اشري ويبدا يشوف الحمل التقريبي اللي هيكون موجود عنده داخل المكان. طيب يبدا يشوف والله بقى الاحمال اللي موجوده معاه داخل الغرفه اللي موجوده عنده، ادي نقطه. ثاني حاجه يبدا يشوف والله الماتيريال اللي موجوده عنده الخوائق عشان يقدر يحسب حاجه اسمها اليو فاليو، معاملات انتقال الحراره من الحوائط اللي موجوده عنده، ودي ممكن تكون عن طريق الكوندكشن او الكونفكشن او الراديشن. فاوريدي عنده اكتر من طريقه عشان يبدا اصلا يشوف الاحمال الحراريه بتاعته عشان يحاول ان هو يتغلب عليها ويحدد كميه السي اف ام اللي هي الكيوبيك في البرمانات اللي هي كميه الهواء اللي هيقدر يضخها داخل السبيس دي علشان يقدر ان هو يحسب الحمل الحراري اللي موجود معاه. وفي الاخر يبدا والله يعمل توزيع للجزء الخاص بمخارج الهواء ويبدا يعمل سايزنج للدكت. يعني لما هيجي يبدا في الريفت بيكون عمل الجزئيات بتاعت الحسابات اللي موجوده عنده دي كلها. طب هل ينفع ان هو يبدا الحسابات اللي موجوده عنده وزود ما يعمل اي حاجه في الدروينج يعني من غير ما يرسم اصلا؟ هقول لك ايوه، انا ممكن اعمل تشيك على المبنى اللي موجود عندي ده كله واقدر اعمل تقسيم للجزء الخاص بالسبيسز اللي موجوده معايا علشان ابدا ان انا اتعامل مع الهيتنج والكولينج لود. هتقول لي والله يا باشمهندس ايه علاقه الهيتنج والكولينج لود بالانرجي اناليسيس؟ هقول لك ما انا لازم اكون عارف الحمل الحراري اللي موجود معايا داخل المبنى اللي على اساسه هتغلب عليه وابدا اعمل كرييتنج للانرجي موديل اللي موجود معايا. وانس ان انا عملت كرييتنج للانرجي موديل اللي موجود معايا خلاص قدرت ان انا هرفع الموديل بعد كده على حاجه اسمها جرين بيلدينج ستوديو وابدا ان انا اتعامل معاه. اول حاجه احنا هنعمل بريبيرنج موديل فور كالكوليشن. علشان اجهز الموديل اللي موجود معايا للكالكوليشن لازم اكون واخد في اعتباري ان انا مجهز السبيسز اللي موجوده معايا داخل المكان او داخل المشروع. طيب تاني حاجه الجزء الخاص انا هعمل هيتنج وكولينج لود كالكوليشن كامل. تالت حاجه كرييت الانرجي موديل. رابع حاجه هتعامل مع الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس يوزنج الجرين بيلدينج ستوديو اللي هو بالنسبه لي الموقع ده الخاص باوتوديسك. هبدا ادخل عليه وابدا ان انا ارفع الموديل من خلال الاكونت بتاعي على اوتوديسك وابدا ان انا اشوف الاناليسيس بتاعته هتكون عامله ازاي، لان هو المفروض ان هو بيعمل لي الاناليسيس بتاعتي كامل. طيب دلوقتي احنا عندنا كمان ادنس موجوده معانا نقدر ان احنا نسطبها على برنامج الريفت اسمها انسايت. وانسايت دي تابه مهمه جدا اقدر ان انا استخدمها في اعمال الكالكوليشن بتاعتي سواء كانت الهيتنج والكولينج لود سواء كانت الجزء الخاص باللايتنج اناليسيس بتاعتي كامله سواء الجزء الخاص بالسولار اناليسيس. واحنا هنركز على الجزء الخاص بالسولار اناليسيس دي التابه اللي موجوده معانا. ولما اجي اتعامل مع الجزء الخاص بالسولار اناليسيس اقدر اطلع الاجزاء اللي موجوده معايا وتاثير اشعه الشمس على الفلورز اللي موجوده معايا وعلى الاسطح اللي موجوده معايا ولو عندي خلايا شمسيه كمان. واقدر كمان احسب الجزء الخاص بالكوستنج اللي موجوده معايا. طيب دلوقتي بقى احنا هنبدا ان احنا نطبق الاجزاء اللي احنا قلناها دي على احد المشاريع اللي موجوده معانا للريفت اللي هي اوتوديسك. المفروض عامله مشروع من المشاريع اللي موجوده نبدا ان احنا نشتغل عليه. ادي ده مشروع اوتوديسك عامله مشروع ام اي بي عادي جدا ايدوكيشنال بيلدينج حاطين فيه معظم الانظمه اللي موجوده. طبعا في مشاريع كتير احنا بنشتغل عليها انرجي اناليسيس ولكن ده من ابسط المشاريع اللي احنا ممكن نشتغل عليه. في معظم السيستمز اللي موجوده في سيستم الكتريكال في سيستم الجزء الخاص بالاتش باك وفي كمان سيستم الجزء الخاص بالووتر سبلاي والدرينج والفاير فايت. يعني هو في سيستمز متكامله طبعا في معماري وانشائي طبعا. طيب
لو في معانا مهندسين معماريين دلوقتي، مهندسين معماريين، انت وظيفتك ان انت تقدر تساعد مهندسين الام اي بي عامه او الناس اللي هتشتغل في انرجي اناليسيس، بانك اول حاجه يا باشمهندس بتحدد لهم الجزء الخاص بالبروجكت لوكيشن، لان اوقات كتير واحنا شغالين في المشروع بنتفاجئ ان المعماري نفسه مش محدد لنا احنا المشروع بتاعنا فين. يعني المشروع احنا شغالينه مثلا في السعوديه، الاقي سايب الديفولت بتاعه اللي موجود معانا في المانيا. طب احنا دلوقتي علشان انا مطلوب مني اطلع دوكيومنتيشن موجوده معايا، الريفت هنا بيتعامل مع اقرب مرصد للوكيشن اللي انت حاطه. مرصد اللي هو بالنسبه لي عوامل الطقس، عشان يقدر يجيب خرائط الطقس اللي موجوده معايا دي هيجيبها ازاي؟ تمام؟ فاوريدي لو انا مغير اللوكيشن كده اوريدي كل الاجزاء الحراريه اللي موجوده معايا كلها تتغير. لان انا بالنسبه لي الجزء الخاص بالبروجكت لوكيشن ده ليه عامل رئيسي جدا في اعمال الحسابات اللي موجوده معايا. طيب انا اوريدي هتعامل مع الجزء الخاص بالكروب فيو والجزء الخاص بالسكشن. قلنا المعماري حدد لنا البروجكت لوكيشن، بصراحه هيبقى ساعدنا جدا. تاني حاجه بيحدد لنا الجزء الخاص بالسان باس. تالت حاجه يبدا يحدد لنا الماتيريال بتاعت الحوائط اللي موجوده معايا عشان الاجزاء اللي موجوده عندي اليو فاليو. بعد كده ابدا انا اتعامل مع الجزء الخاص بالهيتنج والكولنج. طيب لو المعماري مش هيعمل ده كله او مش هيحقق لك ده، لان برضو المعماري يعني معاه حاجات كتير جدا وهو شغال، بس هي دي حاجات من الاساسيات والله ان المفروض هو يعملها، ولكن هو لو ما عملهاش فانت اوريدي انا عايزك انت تبدا ان انت تتعامل مع الموضوع ده وتبدا انت تشوف المبنى نفسه هيشتغل ازاي او هنتعامل معاه ازاي. اول حاجه انا عايز اتعامل مع الجزء الخاص بالسنباس. السنباس بالنسبه لي اللي هو اتجاه اشعه الشمس على المبنى. انا اوريدي هشوف المبنى من وجهه نظر المعماري. طبعا كل الانظمه الام اي بي هتتشال، مش هيظهر غير الاجزاء اللي موجوده عندي في الروف والمبنى نفسه من جوه فيه الانظمه الميكانيكيه والكهربائيه اللي احنا كنا لسه شايفينها. طيب ادي المبنى كانت وضعيته بالمنظر ده كده. ادي الانترنس بتاعه وادي المبنى بتاعي. اوريدي هبدا ان انا افعل الجزء الخاص بالسان باس. انا عندي في حاجه اسمها السان باس سيتنج، سان باس اوف، سان باس اون. انا اوريدي هبدا الجزء الخاص بالسان سيتنج، بس قبل ما اشوف الجزء الخاص بالسان سيتنج انا عايز اعمل حاجه بسيطه جدا الا وهي الجزء الخاص ثابت مانج، وعايز اروح والله اشوف الجزء الخاص بالبروجكت لوكيشن اللي موجود معايا. انا هفتح البروجكت لوكيشن، انا عايز احدد والله المشروع اللي موجود معايا ده موجود فيه. لو انا مفعل الانترنت عندي فوريدي هيجيب لي اللوكيشن بتاع المشروع اللي موجود معايا. طب لو انا ما عنديش انترنت او ما كانش في امكانيه ان انا اتعامل مع الجزء الخاص بالانترنت ده، فوريدي عندي ان انا ممكن اضغط هنا واختار الجزء الخاص بالديفولت سيتي واختار والله اللوكيشن اللي انا عايزه. لو انا اوريدي حتى مش عارف اسم الدوله اللي موجوده معايا ممكن اشوف خطوط الطول ودوائر العرض اللي موجوده معايا وادخل الدرجات كلها. طب لو مش كده اوريدي نفترض جدلا ان المشروع اللي موجود معانا ده، انا بس عايز اختار الدول اللي موجوده معايا على طول. كيف قاهرة. طبعا المشروع اللي موجود معانا ده كان البروجكت لوكيشن بتاعه او الديفولت لوكيشن بتاعه كان في المانيا ميونخ، فانا اوريدي خليتها له كايرو. طبعا هتختلف خطوط الطول ودوائر العرض اللي موجوده معايا. اهم نقطه موجوده معايا انا عندي حاجه اسمها اليوز داي لايت سيفنج. انا ممكن اختار والله الداي لايت سيفنج اللي احنا كنا بنفعلها، اللي هي بالنسبه لي لو الناس كانت فاكره موضوع الساعات او فرق الساعه اللي كان موجوده معايا نتيجه اللي هو التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي. انا اوريدي لو فعلت الجزء الخاص بالدي لايت سيفنج ده هيبدا يشوف مع التايم زون فرق الساعه اللي كانت موجوده معايا. انا مش هفعل الجزء ده واروح على الجزء الخاص بالويزر. دي درجات الحراره اللي موجوده معايا داخل برنامج الريفت. طبعا درجات الحراره اللي موجوده عندي دي ممكن تكون اتغيرت. اتغيرت نتيجه ايه؟ نتيجه الجزء الخاص بالجلوبال وورمنج. ايه هو الجلوبال وورمنج؟ اللي هي نظريات الاحتباس الحراري. نتيجة والله بعض التغيرات اللي موجودة معايا في عوامل الجو المختلفة أدت إن درجات الحرارة دي ممكن تكون اختلفت، سواء بقى درجتين فوق درجتين تحت حسب والله اللوكيشن اللي موجود معايا.
انا اوريدي هنا قايل له يوز كلوزست ويذر ستيشن، كون اقرب مرصد موجود معاك اللي هو بالنسبه لي للقاهره اللي هو مطار القاهره. طب دلوقتي لو انا مش عايز استخدم المرصد ده، او عايز والله ان انا اضيف بعض درجات الحراره اللي موجوده معايا، هقدر اشيل علامه التشيك مارك اللي موجوده معايا في اليوز كلوزست ويذر ستيشن، وابدا ان انا اغير في درجات الحراره طبقا للفصول المختلفه. طب انا عندي حاجه اسمها دراي بالب والويت بالب، حاجه اسمها المينينج ديلي رينج. دراي بالب اللي هي بالنسبه لي النقطه الجافه، او بالنسبه لي درجه الحراره لو انا اوريدي جايب مخبار ومعرضه للهواء الجوي الجاف. طب ويت بالب ده بالنسبه لي درجه الحراره لو انا اوريدي جايب قماشه ومبلله بالميه، يعني مثلا عندي هنا الويت والدراي، فاوريدي ممكن اغير درجات الحراره المختلفه هنا طبقا للشهور السنه، سواء دراي بالب او ويت بالب. طب انا دلوقتي عندي الجزء الخاص بالهيتنج ديزاين تمبريتشر، انا كمان ممكن اتعامل مع الجزء الخاص بالهيتنج. انت خلي بالك ان انا عندي فروقات درجات الحراره موجوده معايا، وعندي كمان هيتنج ديزاين تمبريتشر اللي هي درجه الحراره اللي اقدر ان انا اتعامل مع التصميم الهيتنج، لان اوريدي انت ممكن تعمل كولينج للمكان اللي موجود معاك، وكمان ممكن تعمل هيتنج. كليرنس نمبر ده اوريدي السماحيات اللي بين درجات الحراره المختلفه بنخليها واحد درجه. مين ديلي رينج ده بالنسبه لي فروقات درجات الحراره بالنسبه لي على اليوم الواحد في الشهر. طب السايت اقدر اضيف والله السايت جديد واسميه هنا كايرو، قول والله ان هو ده السايت بعد كده اللي انا اقدر ان انا استخدمه في اي مشروع بعد كده. طبعا انت عندك ممكن يكون المشروع في دوله ثانيه، بس ممكن اكون انا ظبطت هنا درجات حراره مختلفه، ظبطت الجزء الخاص باللوكيشن، فزيفت السايت اللي موجود معايا عشان لما اجي استخدم في اي مشروع ثاني اقدر ان انا اتعامل مع الجزء الخاص بكايرو دي. طبعا هتقول ان ده في مشروع موجود معايا، انا ممكن الداتا اللي موجوده عندك دي عند حضرتك دي عن طريق حاجه اسمها ترانسفير بروجكت ستاندرد، او ممكن ادخل الداتا اللي موجوده عندي دي لاكثر من سايت في التمبلت بتاعتي، عشان لما اجي اتعامل مع التمبلت واقدر اشوف والله اعمال الكالكوليشن بتاعتي اختار والله السايت بكل سهوله. انا كده جهزت الداتا اللي انا عايزها، وبالنسبه لي هنا كان كايرو، وقدرت ان انا اشوف الدنيا بتاعتي هتكون عامله ازاي. ادي هنا السان باس، اقول له والله السان باس اون، يسالني سؤال قال لي يوز سبيسيفايد بروجكت لوكيشن ديت وتايم انستيد ولا كونتينيو وذ ذا كرنت سيتنج. انا قلت له لو انت خدت بروجكت لوكيشن اللي انا اوريدي لسه مدخلها، ودي لسه انا ضايف البروجكت لوكيشن اللي موجود معايا هنا، وضفت كمان درجات الحراره المختلفه، تعال نبص على المبنى. الساعه 4:17، طب تعالى اول حاجه انا هخلي الساعه 12 مساء. بص كده هتحس ان اشعه الشمس ظهر على المبنى كله، والمبنى كله مفيش فيه اي جزء معتم لانه اوريدي الساعه 12 الظهر. طب لو خليتها مثلا 9 مساء ايه اللي حصل؟ اتجاهات اشعه الشمس اللي موجوده معاك دي وانس انها بتتغير، بيتغير تاثير اشعه الشمس على المبنى اللي موجوده معاك. هنا احنا دلوقتي في وضع الليلي، اوريدي الشمس حصل لها غروب. ده هيفيدك في ايه يا باشمهندس برضه؟ والله ده هيقدر ان هو يفيدني في درجات الحرارة ومتوسطاتها وتأثيرها على مدار السنة هيكون عندي عامل ازاي. لو جيت اقول له هنا السان سيتنج بقى، ده السيتنج بتاعي. أنا اخترت كايرو، ده أوريدي أنا اللي بتعامل بيه. طب الديت؟ أقدر والله أدخل إحنا في سنة كام موجودة عندي. إحنا 2021، إحنا في مايو 10 مثلا، الوقت بتاعك مثلا كذا. لو انا قلت له حاجه اسمها يوز شيرد سيتنج، لو انا اوريدي عامل شيرد للسيتنج اللي كان المعماري اصلا مدخلها، لو مش كده انا اوريدي بدخل الجزء اللي موجود عندها كله. طب الجراوند ليفل موجود عندي في ليفل 1، انا حددت له هنا الدور الارضي. الناس هتيجي تقول لك ايه يا باشمهندس هو يفرق معايا الدور الارضي من الدور الاول من الدور الثاني وانا شغال عشان الشمس؟ اقول لك ايوه، انت المفروض انك لو نزلت مقدار معين تحت سطح الارض درجه الحراره عندك بتثبت. فاوريدي انا اخترت ان الجراوند ليفل هو المستوى اللي موجود معايا اللي هو الدور الارضي اللي هو فوق الارض مباشره. عندي حاجه اسمها هنا ستيل سولار ستادي، عندي في حاجه اسمها السنجل داي ندرسها على اليوم الواحد، في المالتي داي اهو. طبعا هنا هيختار والله طبقا اللوكيشن اللي موجود معايا، هنا احدد لك انت التايم بتاعك اختار على اليوم المختلف، سان رايز تو سان سيت من الشروق للغروب هيكون عندك عامل ازاي، التايم انترفال
الفرق في الايام وفي الوقت اللي موجود معاك ده، عشان لما تيجي تدرس اللايتنج نفسه عايز والله اتجاه اشعه الشمس فروم توب رايت، الجزء الخاص بالسان لايت فروم توب ليفت، اتجاه الشمس هيكون من الشمال او هيكون من اعلى او هيكون من الجزء الخاص بين الشمال نفسه اهو او من اليمين او من انا دلوقتي عايز ادرسها في السمر بس، حسب ما انت عايز تدرس الدراسه بتاعتك عامله ازاي. انا ادرسها ستيل عشان اقوم سايبها لكل الداتا اللي انا اوريدي انا عايز. انا هنا قدرت ان انا اعمل ادجاستنج للجزء الخاص بالسان باس اللي موجود معايا، والمفروض ان ده بيعمله المعماري. انا اوريدي خلاص سان باس اوف، بس انا اوريدي خلاص قدرت ان انا اظبط مسار واتجاه اشعه الشمس اللي موجود معايا. مهندسين التكييف لما بيجي يشتغل برضه ركز مع بعض هنا، انا لو جيت هنا بصيت للجزء الخاص بالفيو بتاعي على اي بلان من البلانز وليكن مثلا ليفل 2 ده، لو جاي نتكلم على ليفل 2 ده انا عندي في حاجه اسمها اتجاه الشمال بالنسبه للمشروع، وعندي حاجه اسمها الترو نورس نفسه. انت بتدرس من اي جزء ده اوريدي اللي هيفرق معاك. هنا الاورينتيشن ده مهم جدا، عندي حاجه اسمها البروجكت نورث وعندي حاجه اسمها الترو نورث. انا لازم احدد انا شغال على ايه بالظبط اللي على اساسه ابدا اشوف الاعمال الحراريه اللي موجوده عندي او الشغل بتاعي يكون شكله عامل ازاي. اول نقطه بقى خلاص احنا حددنا الجزء الخاص باللوكيشن بتاع المشروع، ظبطنا الجزء الخاص بالسان باس، نبدا بقى هنشوف الحساب بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. اول حاجه لازم تعملها هو ان حضرتك لازم تكون مظبط الجزء الخاص بالسبيسز، الحسابات بتاعتك بتتم على السبيسز وليس الرومز. ايه الفرق بين السبيس والروم؟ الروم بالنسبه لي هي السبيس، ولكن الاختلاف بيكون في السبيس بانه بيكون في الداتا الخاصه بالام اي بي عامه، سواء الجزء الخاص بالكولينج لود، سواء الجزء الخاص بالالومنيشن اللي موجوده معايا بالنسبه اللومينير بتاعي نتيجه توزيع كشافات الكهرباء اللي موجوده عندي داخل السبيس، اقدر والله احسب الجزء الخاص بالالومينيشن اللي موجود عندي او شنطه الاضاءه اللي موجوده عندي داخل المكان، اقدر اشوف الجزء الخاص بالكولينج لود، اقدر اتعامل مع السبيس بتاعتي. ادي مثلا هنا الجزء موجود عندي بالمنظر ده كده، ده سبيس. افريج استيميت الومينيشن اهو كام لاكس، الروم كافيتيريشن دي بتاعت كهرباء تمام، الجزء الخاص باللايتنج كالكوليشن نتيجه توزيع اللايتنج هنا، بس طبعا هنا اللايتنج مش باين لان ده بلان اتش باك. سيلينج ريفلكتنس معاملات الانبعاث اللي موجود معايا من السقف تمام، نفس الكلام في الوور ريفلكتنس، الفلور ريفلكتنس. تعالى هنا الالكتريكال لود نتيجه وضع ماكينات التكييف اللي موجود عندي، الحمل اللي موجود معايا الاكشوال لايتنج. طيب انزل هنا الجزء الخاص بالميكانيكال، الاير فلو بتاعي كام لتر بير سكند، الكالكوليتد اير فلو نتيجه توزيع الاير تيرمينال اللي موجود معايا، وانا عندي ممكن يكون نتيجه الابلكيشن نفسه بقى فيه كميه من الهواء، ده اعتبار موجود معايا ده طبقا للابلكيشن نفسه، ده بيجي من اشري ريتيرن اير فلو حسب الكميه اللي موجوده عندي. الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس هنا انت عندك بلينم ولا لا؟ ايه موضوع البلينم ده؟ البلينم ده ان انا ممكن اخلي السقف المستعار اللي موجود معايا ده هو نفسه اللي بيكون بيجمع كميه الهواء اللي موجوده عندي، والماكينه تقدر انها تاخدها وتضخها تاني داخل السبيس تمام. فانا اوريدي هنا الداتا اللي موجوده معايا، عكس الروم بقى، الروم ما فيهاش غير الجزء الخاص بالاريا، الجزء الخاص بالفوليوم، ده اللي بيهم المعمار. لكن انت كام اي بي لا، بتهمك الداتا اللي موجوده معاك اللي هي نتيجه اعمال الكالكوليشن ونتيجه الرسم اللي موجود عندك. طب لو انت مش راسم مش مشكله خالص، انا هبدا اشوف واتعامل مع الاجزاء اللي موجوده معايا. نقطه مهمه جدا الا وهي ايه؟ اول حاجه السبيس بتاعتي دي انا اخر الحد السيلينج، طب لو ما فيش سيلينج هيكون اخر الحد الاسلام، الريفت بيتعامل كده، لو في سيلينج فورده هيحسب الفوليوم على اساس السيلينج، طب لو السيلينج مش موجود هيحسب لحد الاسلام. معنى كده ان السبيس بالنسبه لي الهايت بتاعي اللي بيوقفه يا اما سيلينج سقف مستعار يا اما سلاب. ما تجيش تقول لي والله ده هيحسب لي الفوليوم بتاع الاوضه كلها وانا حاطط سقف صاري، مفيش الكلام ده، هيحسب لك لحد السقف المستعار فقط، حتى لو انت واخد حدود السبيس كلها هو عارف هو واصل لحد السيلينج فقط في الفوليوم بتاعه. ده يفرق فين؟ الناس اللي شغاله فاير فايتنج، انا بس مش عايز احيد عن الموضوع، بس الناس اللي شغاله فاير فايتنج لما تيجي تحسب الجزء الخاص بالكلين ايجنت لو عندها مثلا غرف كهرباء
وهتبدأ إنها تتعامل مع الأجزاء اللي موجودة دي، تبدأ إنها تشوف الوضع اللي موجود معاها عشان لما تيجي تحسب الفوليوم بتاع المكان. تمام؟ طيب السيلينج أقدر أتحكم فيه إزاي؟ طيب والله يا باشمهندس ده بيرجع للجزء الخاص بالمعماري، بس لو انت عايز تتحكم في السيلينج انا ممكن اجي اقول لك هو المبنى ده الميزه ان هو معمول له اي ترانسميت. فدي مثلا انا هعمل سيكشن هنا، رايت كليك، هاجي اقول له هنا جو تو فيو. عايز اوضح لكم نقطه بس مهمه، تزحين عن الموضوع شويه بس هو ده موضوع اساسي. ده بالنسبه لي هنا سقف، ده سيلينج اهو، كومباوند سيلينج موجود معايا، الارتفاع بتاعه 2450. طيب لو انا جيت هنا قلت له بص انت تقدر تيجي تشوف الاجزاء اللي موجوده عندك دي هتكون عامله ازاي. ده بالنسبه لي كان شباك زون. اجي هنا من فيزابيلتي اند جرافيك، معلش ثانيه واحده، الجزء الخاص بالسبيسز، انا عايز افتح الجزء الخاص بالريفرنسز. ده بالنسبه لي سبيس، انزل هنا ادي الفوليوم 32 و131 واصل لحد فين؟ السبيس حدودها اهي، لكن هو واصل لحد السيلينج في الهايت. طب انا هفترض بقى ادي الجزء الخاص بالسيلينج، انا هعمله ديليت، انا شلت السيلينج، تعال نبص على حدود السبيس والفوليوم بتاعها بقى كام. بص كده ليه؟ وصل لحد ما حاجه ثانيه وقفته الا وهي السلاب. انا عندي في السبيس عندي حاجه اسمها الاوبر ليميت والليميت اوفست والبيز اوفست. البيز اوفست ده بدايه السبيس بتاعتي من الدور اللي انا موجود فيه، اوبر ليميت لحد اني ليفل، الليميت اوفست واخده لحد كام. انت مهما تقول له 3500 4500 هو هيبقى اخره السيلينج اللي كان موجود، وانس ان السيلينج ده يتشال هو بيفتح اوتوماتيك لحد ما هيوصل للسلاب اللي موجوده معاه. احنا قلنا بيفرق مع المهندسين اللي شغالين في الاتش باك، وبيفرق مع المهندسين اللي شغالين كمان في الكهرباء، وبيفرق مع المهندسين اللي شغالين في الجزء الخاص بالفاير فايتنج، لان الجزء الخاص بالفوليوم بيفرق معاهم كويس جدا هم شغالين في الجزء الخاص بالكريت ايجنت عشان يقدر يحسب كميه الغاز اللي المفروض هيضخها داخل المكان. طيب انا هنا عرفت موضوع السبيس، طب هل ينفع ان انا اجمع اكتر من مكان او اكتر من سبيس موجوده عندي في زون؟ هقول لك ايوه. مهندسي التكييف يقدر يقول ان المكنه اللي موجوده عنده دي بتقدر تخدم اكتر من سبيس، تقدر انها تسيرف اكتر من سبيس موجود. فاوريدي فاوريدي بيشوف الجزء اللي موجود معاه ده. طيب عشان انا بتوصل رسائل كتير يا جماعه فانا هجاوب عليها كلها في اخر المحاضره. طيب فدلوقتي اقدر اجمع والله الاثنين سبيسز اللي موجوده عندي دي واخليهم زون مع بعض، ازاي؟ من الجزء الخاص بانالايز. دي التابه اللي احنا بنشتغل بيها. انا عندي هنا زون اهو. اقدر اقول له والله انا عايز اضيف الجزء الخاص بالزوننج اللي موجود معايا، او اقدر اتعامل مع الجزء الخاص بالزون. ازاي؟ ادي هنا زون، اقدر اد والله دي فاين اتش باك زونز موجود معايا، ادي هنا سبيس، ممكن كمان اعمل حاجه اسمها سبيس سبريتور. بس لو انت جيت هنا على الزون اللي موجوده معايا اد سبيس، هاد سبيس اللي موجوده معايا دي واد سبيس اللي موجوده معايا دي، اجي اقول له هنا فينش. ممكن الاثنين زون اللي موجودين معايا دول او الاثنين سبيس اللي موجودين عند دول يبقوا زون واحد. طبعا هم مش هينفع ان هم يبقوا زون لان هم في المشروع متجمعين على اكتر من حاجه موجوده معايا، يعني سبيس دي والسبيس دي والسبيس دي اصلا كانوا اصلا زونز. بس انا اوريدي عشان اوضحها لك بسرعه كده، دي هنا فلتر الجزء الخاص بالسبيسز. انا شلت السبيسز اللي موجوده عندي دي، اجي اقول له هنا سبيس. طبعا السبيس بيتحدد بباوندري، ادي هنا سبيس واحد، سبيس اثنين، سبيس ثلاثة، ثلاثة سبيسز اللي موجودين عندي دول. اقدر اقول له بقى هنا زون اد للسبيس، هات اد ايه؟ هات دي ودي ودي. فينش اديتنج للزون اللي موجود معايا من فيزابيلتي اند جرافيك. اقدر والله اروح على الجزء الخاص بالاتش باك زونز، فعلها، هتظهر معايا والله ان السبيسز اللي موجوده عندي دي قدرت ان انا اجمعها كلها مع زون واحده.
دي بالنسبه لي اتش فاك زون، ليها والله الجروس فوليوم، ليها الاوكيبايد فوليوم، جروس اريا، طبعا كل ده هيفرق معايا. طبعا كمان اقدر احدد السيرفيس بتاع المبنى اللي موجود عندي كامل هنا، والكويل باي باس والكولينج انفورميشن، بتكلم عن الداتا اللي موجوده عندي دي كلها لما اجي ابدا واتعامل مع الجزء الخاص بالهيتنج والكولينج. ملحوظه دي بالنسبه لي بقى اسمها سبيس. طب انا لو عايز اخليها تاخد نفس اسم الروم كان زمان في الاصدارات اللي موجوده عندي لحد 2015، كان ممكن انت تعمل الجزئيه دي من خلال الجزء الخاص بالدايم. دلوقتي موجود عندك حاجه اسمها سبيس نيمينج يوتيليتي، نفس كود الداينامو اللي كان موجود، وده كان برنامج موجود للإديوكيشنال فيرجن من ايام 2015. بعد كده قدروا ان هم يدخلوها معانا في برنامج الريفت. انا هاجي اقول له هنا النيمو نمبر سبيسيفايد ليفل، ليفل 2 هاخد لي نفس الاسم بتاع السبيسز اللي موجود عندي ويحولها لنفس الاسم بتاع الروم عشان وانا شغال. اقول ان في ثلاثة موجودين معايا، ستاف روم وكان دي الكوبي وكان دي الارشيف. طيب دلوقتي انا عايز ابدا الجزء الخاص بالهيتنج والكولينج لود اناليسيس بقى. عايز اعمل الحسابات اللي موجوده معايا. من البدايه باشمهندس الريفت بيطلع لي نفس الكالكوليشن؟ هقول لك ايوه، بس هيختلف معاك في نقطه واحده بس، الجزء الخاص بالوول بارتيشن واللي تقدر تتعامل معاها مع الجزء الخاص بالمعماري واكواد الدايموند. غير كده هو بيطلع لك نفس النتائج اللي موجوده معاه. وانا هوريك اكزامبل بسيط. اول حاجه انا ممكن اتعامل مع البيلدينج ككل، وممكن اتعامل ان ديتيلز مع كل سبيس على حده. اول حاجه البيلدينج تايب، انا عندي هنا الاوفيس بيلدينج، باركينج، انا دلوقتي ممكن يكون ده اديوكيشنال، يعني ده بالنسبه لي هنا ممكن يبقى حدد والله اللي انا عايزه، مفيش هنا اديوكيشنال. طب ممكن اسميها سكول، اقرب حاجه سكول او يونيفرستي. لوكيشن احنا اصلا مظبطينه كايرو او ايجيبت. جراوند بلان قلنا ان هو ليفل 1 من الجزء الخاص من السامبوس اللي احنا كنا محددينه ده. بروجكت فيز، الناس اكيد عارفه موضوع الفيزز الموجوده معانا في الريفت عامه. انا عندي الفيزز دي بالنسبه لي بتمثل لي مراحل البناء او مراحل الكونستراكشن اللي موجود معايا. ممكن تبقى نيو كونستراكشن، ممكن تبقى الديموليش، ممكن تبقى الاكزيستنج. ده اوريدي المبنى كله كان في اعمال النيو كونستراكشن. سليفر سبيس توليرانس، ده بالنسبه لي المسافات اللي موجوده معايا بين السبيس. وخلي بالك بالنقطه دي، لو انا جيت اتكلمت على حاجه اسمها البلومنج تشيز، ايه البلومنج تشيز ده؟ وليكن مثلا ده الحمام. انا وانا بحسب الجزء الخاص بالهيتنج والكولينج لود اناليسيس انا مش محتاج السبيسز اللي موجوده معايا كحمامات، لان اوريدي دي انا بعمل لها تهويه. نفس الكلام الجزء الخاص بالمطابخ، انا اوريدي بعمل لها تهويه. في بعض الدول ممكن اعمل لها تكييف زي قطر، لكن في الحمامات والمطابخ في الغالب بتعمل لها الجزء الخاص بالفنتليشن. فانا عندي حاجه اسمها سليفر سبيس توليرانس، دي المسافات اللي موجوده معايا اللي بتحدد لي الحوائط اللي موجوده عندي دي انتيريور ولا اكستيريور. يفرق معايا كويس قوي القيم اللي موجوده معايا عشان تحدد لي الاجزاء دي. البيلدنج انفلوب ده بالنسبه لي يا اما هستخدم حاجه اسمها الفانكشن بارامتر يا اما الاكستيريور اليمنت. انا كل بارامتر موجود معايا او كل اليمنت ليه اصلا فانكشن بتاعه، فانا اوريدي هخليه يوز الفانكشن بارامتر. المبنى بتاعي ده فيه سيستم ايه؟ ده معظم سيستمز الاتش فاك اللي موجوده عندي. انا والله كل اللي ممكن اقوله له مثلا، هل مثلا في اي في، هل هو انا هخليه فان كويل يونت اهو سكيماتيك تايب. نفس الكلام ده الباشمهندسين اللي بيشتغلوا اعمال التكييف بيشوفوه قدامهم. انا والله ده البيلدينج، انا عندي الروف، ممكن اضيف لي قيمه لليو فاليو لو ان المعماري مش محدد لي قيم اليو فاليو اللي انا عايزها. نفس الكلام ده موجود معانا في الهاب، اوريدي يقدر يحدد والله قيمه اليو فاليو اللي موجوده معايا ويقدر يعمل لها اوفر رايد يضيفها على الروف. الاكستيريور وولز نفس الكلام، الانتيريور وولز انا بالنسبه لي معاملات انتقال الحراره ده هو اللي هياثر لي على حمل التكييف وهيجيب لي نتائج في الاخر. حاجه اسمها الشيدنج فاكتور، ده بالنسبه لي لو انا عندي اي شيدنج موجود عندي على المبنى، زي مثلا لو انا بستخدم تاندا، زي مثلا بستخدم حاجه اسمها اكسترنال شيد موجود عندي اللي هو بيعمل لي حجب الاضاءه اللي موجوده معايا. اجي اقول له هنا اوكي. البيلدنج انفلتريشن كلاس، موضوع الانفلتريشن ده مهم جدا. لوس ميديوم تايم اللي هو بالنسبه لي نسبه الهواء اللي تسلل من الكراكس
اللي موجودة عندي في المبنى، يا إما لوس يا إما ميديم يا إما طري، كل واحدة من دول وليها كمية معينة. الريبورت طيب أنا عايزه إيه؟ ممكن أخليه ديتيلد. لو أنا بقى فعلت الجزء ده، وده المهم جدا، يوز لود كريدت. فعلت الجزء الخاص باليوز لود كريدت ده، بالنسبة لي بيقول لي وأنت شغال هقدر آخد كام نقطة مع الأنظمة اللي أنا مركبها دي أو اللي أنا قايله عليها، علشان في الآخر أجمع النقط اللي موجودة معايا عشان أشوف المبنى ده هياخد جريد هيبقى عامل إزاي لما أجي أرفع الموديل للجرين بيلدينج ستوديو. تعالى بقى نخش إن ديتيلز. لازم تكون معرف السبيس كلها. أنا هاخد مثلا سبيس وليكن مثلا أرشيف. سبيس تايب ده كان لايبرري، أرشيف أقرب حاجة ليه لايبرري. بس أدي هنا النقطة اللي موجودة معايا، كل واحد من دول وليه الجزء الخاص بالاريا بير بيرسون والسنسبل هيت والليتنت هيت. الناس اللي بتقول الكلام ده جاي منين؟ جاي من اشري. هتقول يا باشمهندس انت متاكد من انك جاي من اشري بتقول كلام وخلاص؟ هقول لك لا، انا هوصل لك نقطه معينه. اكتب ام اس، ده اختصار ميكانيكال سيتنج. من الميكانيكال سيتنج انا هروح على الكالكوليشن. ده بالنسبة لي الهيدرونيك اللي موجود معايا. طب انا هقدر احسب مواسير الهيدرونيك، البريشر دروب اللي موجود عندي ده. انا عندي في حاجة اسمها الكوريل بوك، وعندي حاجة اسمها الهالاند ايكويشن اللي موجود معايا. بالنسبة للجزء الخاص بالفلو يختار بلومينج فيتشر فلو. هنا بالنسبة للكوريل ايكويشن ده نفس الكلام اللي متاخد كله من اشري. ده الكالكوليشن ميثودز اللي موجودة معايا كاملة، عشان الناس بس تبقى متاكده الوضعيه كلها ماشيه ازاي، حتى في البريشر دروب اللي موجود معاك. طيب نرجع تاني للهيتنج والكولينج لوب. نرجع للجزء الخاص بالديتيلز. الارشيف انا ممكن بقى اتعامل مع الجزء الخاص بالاوكيوبنس سكيدجول. بص كده، ده نفس الجدول اللي الناس بتلاقيه في الهاب. تقدر تحدد والله الوقت اللي الاشخاص هيكون موجودين في داخل المكان موجود عندي هيبقى عامل ازاي. اول حاجه والله الساعه 12 الصبح، ده صفر، واحده صفر، اثنين ماشي، مع انه بيبقى فيه نسبه معينه وليكن مثلا العشرة في المية أو خمسة في المية. أجي هنا 15 40 70 90 100. أنا بحدد هنا الأشخاص اللي موجودين في المكان نسبة الإشغال بتاعتهم هتكون عاملة إزاي. أنا هنا حددت التيبل اللي موجود عندي ده شكله عامل ازاي ونسبة الإشغال اللي هتكون موجودة عندي داخل اليوم. تمام، ممكن أقول إن ده أدي هنا نيو، ده سكيدول داش 1. أنا أوريدي عندي ده نفس السكيدول اللي موجود معايا، خدت منه هنا دوبليكيت، أقدر أعمل منه كوبي أتعامل معاه. هو أقول له هنا أوكي. نفس الكلام باللايتنج سكيدول، اختار نفس الجزء اللي موجود معايا من هنا مثلا، او كان ده الباور سكيدول، وضع استهلاك الباور اللي موجود عندي هيكون عامله ازاي. الاوت دور اير بير بيرسون، تغيرك للهواء اللي موجود معاك ده بيعتمد بقى انت شغال حاجه اسمها الاير تشينج بير اور. معدل تغير الهواء اللي موجوده معاك ايه؟ باي اريا ولا باي بيرسون ولا اير تشينج بير اور؟ اهو نسبة تغير الهواء اللي موجودة معاك. أو الدور اير ميثود اللي هي تغير الهواء اللي موجود معاك داخل المكان هيكون ازاي؟ ممكن اخليها اي سي اتش، اير تشينج براو. قلت له هنا اوكي. ده كل ده للسبيس.
construction type. هتعمل هنا new construction. اقدر اضيف بقى الروف، اضيف والله اليو فاليو اللي موجود معايا بقى ده مثلا فلات روف، اليو بتاعتي هتكون بكذا، واعمل لها هنا override وليكن مثلا بالمنظر ده كده اهو. السيلينج بتاعي الانتيريور والاكستيريور، لازم تدخل الداتا اللي موجوده عندك دي كلها. ده بالنسبه لي هنا البيبول. باي سبيس تايب، لو باي سبيس تايب هو هنا اوريدي شغال من حاجه اسمها رول اوف سم اللي موجوده معاك في اشري. لو انا اوريدي مش عايز اقول له باي سبيس تايب، ممكن اقول له هنا سبيسيفايد، ممكن اقول له النمبر اوف بيبول في السبيس نفسها بيكون عامل ازاي، والهيت جيم بتاعتي بتكون عامله ازاي. خلصت بقى الحسابات اللي موجوده معايا ديت ديتيلز. ده بالنسبه لي الجزء الخاص بالسبيسز في الام اي بي. ممكن كمان اتعامل مع الجزء الخاص بالاناليتيكال سيرفيس. لو فعلتها هبدا اشوف والله السيرفيس نفسها ومعاملات انتقال الحراره هتكون فيها عامله ازاي. خلصت، ممكن اعمل سيف تشينج، ممكن اقول له والله خلاص اعمل لي كالكوليت، هيجيب لي والله الهيتنج والكولينج لود اللي موجود معايا وحساب الاحمال الحراريه اللي موجوده عندي داخل السبيسز كلها، وهيطلع لي والله الريبورت اللي موجود معايا كامل اقدر ان انا اتعامل معاه. هيجيبه لي على مدار السنه، ولو بصيت هنا هتلاقيه بيعمل لك الحسابات اللي موجوده عندك لكل السبيسز اللي موجوده معاك، وهيبدا كمان يعمل لها الحسابات بتاعتها على مدار الشهور السنه كلها، ويطلع لك نفس النتائج اللي موجوده معاك. لكن الناس خدت او عينيها خدت على الهاد، على الريبورت شكله من الهاد، لكن الريبورت هنا بيطلع لك والله ريبورت سبيسيفايد جدا تقدر انت تتعامل معاه كويس قوي. بس للاسف الاستشاريين ممكن ما بيكونوش بيتعاملوا معاه. انا بقى هقول لك الطريقه اللي تسهل لك شويه وانت شغال في الهاب. انا مشكلتي مع الهاب او الناس اللي شغاله مع الهاب، مشكله دايما بتكون والله ان ادخل الاريا، ادخل الهايت، ادخل الاتجاهات اللي هو النورث ايست ساوث ويست مثلا، الاتجاهات اللي موجوده معايا المبنى بتاعت الحوائط، اقدر احط الحوائط الاكسبوشر، الحوائط المعرضه للشمس اللي موجوده معايا، كل ده اقدر اطلعه لك في فايل تدخله على الريفت، تدخله من الريفت لبرنامج الهاب، تعمل له ريترايف من الفايل ده. اقدر ان انا اكون جمعت الجزء الخاص بالاريا والفوليوم والاجزاء اللي موجوده عندي كلها، ويبقى لي بالظبط حوالي 25% انا اللي اعمل لهم داتا انتري داخل الهاب. غير كده كل حاجه بكون قدرت ان انا ادخلها. نفس الكلام في اللايتنج، اقدر اخد فايل وادخله على برنامج الدايناميكس. طيب صباحا ماشي هندسه، ده غلطه كيبورد والله 9% مش 90. انا ودي الصبح الناس كلها بتكون موجوده. انا هطلع جي بي اكس ام ال حالا، بس بعد ما النتيجه اللي تطلع من الريفت الموجوده معايا هنا، وانس بس ان الفايل يطلع، هيطلع لي اللود كالكوليشن كامل، هوريك شكل الريبورت اللي موجود معاك، ونقدر ان احنا نطلعه على بي دي اف فايل، نقدر كمان ان احنا نطلعه على شيت داخل المشروع. دي نقطه. نقطه ثانيه هوريك والله الجي بي اكس ام ال فايل بيطلع ازاي من الريفت، وبعدين تقدر انت تعمل له انسرت داخل برنامج الهاب. افتح برنامج الهاب، اعتقد انت هيكون معاك 4.9، هي في 5.1 بس اشتغل 4.9 عامه، واعمل ريترايف للفايل الموجود معاك ده هيشتغل معاك اوتوماتيك. نفس الكلام الناس اللي شغاله على الدايلاكس، دايلاكس مش دايلاكس ايفو، دايلاكس تقدر ان هو ياخد الفايل اللي موجود معاه ويشتغل. ده بالنسبه لي النتيجه النهائيه اللي طلعت لي. انا كمان مخلي الريبورت اللي موجود معايا ده ريبورت كامل ديتيلد مفصل قوي. تعالى هنا، ادي هنا سبيس. بص تعالى نروح للتكنولوجي دي، دي داتا بتاعتها بس انا عايز السبيس نفسها. ده السمري بتاع السبيس كله، اريا فوليوم وول الروف. وكمان تعالى هنا هيبدا بقى يشتغل لك على الداتا بتاعت البيك كولينج لود، الكولينج سنسبل لود، الجزء الخاص بالكومبوننت اللي موجود عندك، الويندوز بتاعتك ماشيه ازاي، البرسنتج بتاع التوتال اللي موجود معاك، لو في بلينم عندك تبقى الدنيا عندك عامله ازاي. نفس الكلام لكل داتا موجوده معاك هتكون هنا عامله ازاي. كل سبيس من دول ارجع للسمري اللي موجود عندي هنا، الاريا، السبلاي اير تمبريتشر، الانفلتريشن اللي موجود معايا، السايكرومتريك تشارت، كالكوليشن ريزلت، شيك السم بتاعي كامل، كومبوننت بتاعتي تطلع عامله ازاي. انزل هنا، كل حاجه من دول محسوبه لك بالوقت بتاعك، بالتاريخ اللي موجود، الاير فوليوم كالكوليشن تايب بتاعي كان ماشي ازاي، كل سبيس في الاخر هيقول لي السبيس دي هي ايه بالظبط. تيجي تنزل في النهايه كل حاجه عندك موجوده معاك كامله،
طلعت الكل سبيس الحمل الحراري اللي موجود اللي انا اقدر اتغلب عليه كويس قوي. ده الداتا اللي موجوده عندي، جايب لك الاريا كلها، الفوليوم، وطلع لك الكوليشن ريزلت اللي موجود معاك، للزونز كامله اهي، كل سبيس موجود معاك، لو في زونز اهي، كل زون مجمع كام سبيس، الدرجه بتاعتها والناتج النهائي اللي هيكون موجود معاك عامل ازاي، كولينج، الهيتنج، اقدر ان انا اتعامل مع الاجزاء اللي موجوده عندي دي كلها. طيب ده بيبقى موجود فين؟ انا بالنسبه لي هنا عندي حاجه اسمها هنا دوكيومنتيشن، عندي سكيدجولز اللي موجوده عندي بانل سكيدجولز، عندي حاجه اسمها ريبورتس، ده بالنسبه لي اللود ريبورت اللي موجود معايا. طب عشان اطلعه ما اعملوش اكسبورت، اقدر اعمل له كنترول بي واخرجه على انه فايل بي دي اف موجود معايا، او ان انا اعمل لده انسر داخل شيت دراج ودروب. ده الجزء الخاص بالهيتنج والكولينج لود. طبعا انت عندك في حاجه اسمها داكت بريشر لوسز وبايب بريشر لوسز، كل ده موجود كمان تقدر تعمل بيه الحساب بتاعك، لكن انا اللي يهمني مع الانرجي اناليسيس ده الاول. طيب لو انا عندي بقى الفايل في 3 دي، انا علشان اجيب جي بي اكس ام ال فايل سواء استخدمه مع الدايلكس او مع الهاب لازم افتح ال 3 دي بتاعي للمشروع كله، لازم افعل الجزء الخاص بالفيزابيلتي اند جرافيك، افعل كل التابس اللي موجوده معايا، مع ان انا مش محتاج الجزء الخاص بالكونسبشن ماس الخاص بالمعماري، انا افعل كل الجزء الخاص بالام اي بي المنتس الموجوده عندي، واجي اقول له هنا فايل، واجي اقول له هنا اكسبورت، في عندي حاجه اسمها جي بي اكس ام ال فايل، انرجي سيتنج ولا الروم وسبيس وفوليوم؟ انا اوريدي كنت موضح والله الروم والسبيس والفوليوم بتاعتي شكلها عامل ازاي، فاقدر ان انا اخدها اوتوماتيك. لو انا انرجي سيتنج بقى هفتح اديت وافعل الجزء الخاص بالانرجي سيتنج بتاعي، احنا لسه هنتكلم عنه. انا هقول له هنا تمام فعلها لي تبقى السبيس اللي انا اوريدي لسه شغال عليها من شويه. انا اوريدي مدخل داتا السبيس كلها، انا اوريدي بتعامل مع السبيس مش سبيس واحده، مع كل السبيس اللي موجود معايا. هديت الداتا بتاعتي كلها، اجي اقول له هنا نكست خلاص هيطلع لي فايل الجي بي اكس ام ال فايل كامل باسم المشروع، واقدر ان انا اعمل له ريترايف على برنامج الهاب او برنامج الدايلوجز. استفدت من الاريا، استفدت من الفوليوم، استفدت من الاتجاهات، استفدت من اماكن الابواب، اماكن الشبابيك اللي موجوده معايا، بارتفاعاتها بالاريات بتاعتي. ودي فادني بشكل كبير جدا في ان في داتا ادخلها على برنامج الهاب، وقدرت ان انا استفيد منها فيما بعد. هيبقى لي بالظبط حوالي 25 ل 30% داتا انبوت بس قدرت ان انا ادخلها داخل برنامج الهاب واطلع الريزلت زي ما انا عايز. يبقى بالنسبه لي استفدت من الريفن، لانه كمان ساعدني لو انا مش عايز اطلع الكالكوليشن اللي موجوده معايا بالريفت، ساعدني كمان ان انا اتعامل مع الجزء الخاص بالهاب اللي هو الهاورلي اناليسيس بروجرام. كده احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالهيتنج والكولينج لود. الجزئيه الثانيه هيبقى لها علاقه بالجزء الخاص بالانرجي اناليسيس، وازاي بقى هنتعامل مع تابت انسايت، ودي هتكون في محاضره ثانيه ان شاء الله، عشان بس نلحق نجاوب على الاسئله اللي موجوده معانا هنا على الشات. طيب المفروض اعمل نسبه اعلى من المحسوب عشان تغيير الهواء او المناخ او لا؟ والله يا هندسه تغيير الهواء او المناخ انا اقدر اخش على موقع اسمه ويزر اندر جراوند، اقدر اعدل في درجات الحراره اللي موجوده عندي لو انا مش مقتنع بدرجات الحراره اللي موجوده معايا. جربت اعمل اكسبورت جي بي اكس ام ال بس داتا كتير بتروح بتبقى عاوز تدخل مانيوال. حضرتك بنسبه 25 ل 30% انقل الداتا كامله، حضرتك ما دام حددت اللوكيشن اللي موجود معاك وحددت الجزء الخاص بالترو نورث بتاعك، او لو انت هتشتغل الاجزاء بتاعتك عامله ازاي، حددت الجزء الخاص بالسبيسز وكل سبيس الباوندرز بتاعتها متحدده مظبوط، هتقدر هتبقى لك بالظبط حوالي 25% داتا انتري بس. تمام، هنا فايل جي بي اكس ام ال انا مش هعمل له ريترايف على برنامج الهاب، انا بس بطلعه لك هنا واقول لك ان احنا ينفع نعمله ريترايف على برنامج الهاب. دي مش النقطه او مش موضوع المحاضره اللي احنا بنتكلم فيها، انا وضحت لك بس الهيتنج والكولينج لود، وضحت لك ان انت ممكن تستفيد منه اكبر استفاده ممكن. موضوع السيلينج بتاع الاسقف، لكن ازاي اتحكم فيها من مشكله الفوارق بتاع الشبابيك والابواب والانتقال الحراري من الحوائط؟ حضرتك انا دلوقتي حددت لك ان انا ممكن اعمل اوفر رايد لليو فاليو بالنسبه للحوائط كلها اصلا، ده غير ان موضوع السيلينج هو لما بيجي يحسب لازم له ريفرنس، سواء سيلينج موجود معاه او سواء هيوصل لحد الباتوم اوف سلاب عشان يقدر يشوف التحكم بتاعه هيبقى عامل ازاي، عشان يقدر يحسب الجزء الخاص
بالفوليوم. معامل انتقال الحراره ده بيتحدد ازاي؟ وضعيتك للشمس بتحدد لك حوائط الاكسبوشر، الحوائط المعرضه للشمس. قدرت ان انت تستفيد من الحوائط المعرضه للشمس دي، عرفت معدلات انتقال الحراره اللي موجوده هتكون عامله ازاي؟ هل شده الاضاءه بتدخل المبنى من الشمس تظهر معايا في الريفت؟ اه يا باشمهندس طبعا، لو انا اوريدي حسب الريندر اللي انا هعمله، لو انا هعمل ريندر خلي بالك ان الريفت هنا اقدر اخليه يعمل لك ريندر زي الدايلكس، ويشوف لك شده الاضاءه اللي موجوده عندك في المكان، ويشوف لك كمان الجزء الخاص بالديمنج اللي هو الانعتام هيكون عندك عامل ازاي، البرايتر هيكون شكله عامل ازاي، تاثير اللون نفسه وشده الاضاءه نفسها على المكان. كل ده تقدر تعمله على الريفت على فكره. الجزء بتاع شده الاضاءه ده بدل ما هتقول له الجزء الخاص بالارتفيشال بس، قول له صمو ارتفيشال. يعني اشعه الشمس والاناره الصناعيه اللي انت اوريدي بتدخلها داخل الريفت. موضوع السيلينج اقدر اتحكم فيه ازاي؟ وريته لحضرتك. حدد اي جنب من المبنى هيكون فيه اكثر وقت حراره. طبعا ايوه ده حقيقي. اوريدي وضعيتك للمبنى اللي موجوده معاك واتجاهك واللوكيشن بتاعك والصنبس بتاعك، كل ده بيحدد لك الاجزاء اللي موجوده معاك. دي معظم الاسئله اللي كانت موجوده معانا في الشات، انا اوريدي جاوبتها كلها. في اي اسئله ثانيه؟ انا حاولت النهارده، انا عارف ان كم معلومات ممكن تكون كبير جدا، وخصوصا للناس لسه، ممكن في ناس عارفه الموضوع ده كله وفي ناس ممكن ما تكونش عارفه المواضيع دي اصلا، بس هي كم معلومات كبيره. الجزء الثاني من المحاضره ان شاء الله احنا هنتكلم فيه عن تابت انسايد دي اللي موجوده معانا، هنتكلم عن الجزء الخاص بالانرجي موديل اللي موجود معاك، تقدر انت تتعامل معاه ازاي. المحاضره الجايه والله يا باشمهندس لسه ما اتحددتش، بس هو في الغالب ممكن تكون في خلال الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. كمان انا هوريك ازاي تتعامل مع الجزء الخاص بالجرين بيلدينج ستوديو، وازاي تشوف التأثيرات المختلفة، وتشوف تأثير كمان ثاني أكسيد الكربون، تشوف تأثير المية وكمية المية اللي موجودة معاك، ده تحصل الجزء الخاص بالفيتشر يونت. وخلي بالك إن الريفت بيحسب لك الفيتشر يونت كاملة، عشان الناس بس اللي مش عارفة تشوف الكالكوليشن من الريفت، الريفت يقدر يعمل لك كل الكالكوليشن اللي أنت بتستخدمه. المفروض أعرف كل الداتا بتاعت المبنى زي نوع الطوب والخرسانة والشبابيك. والله يا باشمهندس لو المعماري عندك شاطر كل ده بيكون موجود معاك، لو مش كده حضرتك اصلا بتاخد نسب واحنا عارفين الكلام ده كويس. يعني كام بي انت بتبقى عارف الحوائط من غير ما تبص للطوب ولا نوع الاليمنتس الموجوده معاك، انت اوريدي بتبقى عارف نسب وبتدخلها معاك على الهاتف. تمام؟ يعني انت بتكلم واحد ام اي بي برضه هندسه، يعني فاكيد انا فاهم انتوا بتعملوا ايه بالظبط، ما تقلقش. حد عنده اي اسئله؟ الناس اللي ممكن تعمل ريس هاند، الناس اللي ممكن تبعت على الشات، انا بجاوب هنا وهنا، انا اوريدي مش لاقي حد بس عامل ريس هاند اصلا. اللي حضرتك كونتنت ممكن اتكلم فيها، انا الكونتنت اللي هتكلم فيها المحاضره اللي جايه الجزء الخاص بالجرين بيلدينج ستوديو، وازاي تعمل كرييتنج الانرجي موديل. يعني هما النقطتين دول، النقطتين دول اصلا محاضره لوحدهم، اقول لك ازاي ترفع الموديل على الانترنت، ازاي اوديسك بترام معاك الموديل، ازاي بيتعامل مع الجزء الخاص باليوز لود كريدتس بتاعك كام. المهندس ميكانيكا الصيانه مالهاش علاقه هندسه، والله الصيانه حضرتك ممكن تتعامل كمان مع الجزء الخاص بالسي في دي سيميوليشن اصلا في الريفت. الريفت هنا يقدر يديك كمان امكانيه انك تعمل بالسكيدجولز اللي موجوده معاك، نقدر نعمل لك سكيدجول كامل بالنودنج بايه اللي يشتغل وايه اللي ما يشتغلش، اللي هو الفاسيلتي مانجمنت. حابب تتعلم الام اي بي؟ تمام يا هندسه مفيش مشكله، احنا هنا بنقدم محاضرات في يعني بيم اريبيا عامه، بنتكلم فيها كويس قوي يعني عن الام اي بي، كيفيه تغيير قيمه معامل انتقال الحراره غير اللي موجوده على الريفت. انت عايز انت تضيف اليو فاليو، حضرتك لو دخلت على الجزء الخاص بالحوائط اللي موجوده معاك من خلال الماتيريال ده معماري صرف. السلام عليكم. ومين اللي بيتكلم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس مش عارف مين اللي بيتكلم. محمد مصري يا باشمهندس. ازي حضرتك يا هندسه؟ من فضلك حضرتك كنت من شويه وضحت ان تقريبا 25% من الداتا اقدر ادخلها مانيوال. ايوه لو انت مظبط نفس الداتا اللي انا اوريدي كنت شغال بيها بالظبط. تمام، طب ممكن اعرف ايه الداتا ايه ال 25% دول؟ ايه الداتا اللي هدخلها مانيوال؟ يعني طيب في بعض الاتجاهات اللي موجوده معاك للحوائط بيحتاج ان انت
تعمل لها ادجاستنج بس، لان ساعات الريفت ما بيخلكش من الفايل الجي بي اكس ميل فايل يخليك تقرا الاورينتيشن بتاع الوول بشكل يعني انت بتكون عارفه كويس، لان انت عندك بيكون البوصله اللي موجوده معاك على الكاد تقدر انت تقول والله الحيطه اللي موجوده عندك دي مثلا نورث ايست ساوث ويست حسب والله انت شغال ازاي. فدي اوريدي بتكون من ضمن الثلاثه ممكن تدخلها. ادي نقطه. تاني نقطه موجوده معاك الجزء الخاص بالوول بارتيشن يا باشمهندس، دي انا اتكلمت عنها اصلا في البدايه. ده الوول بارتيشن يا اما انت بتحددها من خلال الداينو يا اما انت والله اللي بتحددها تقول له الحيطه اللي موجوده عندي دي وول بارتيشن والنسبه بتاعتها بتكون كذا. تمام. طب هستأذنك، هل في امكاننا ان احنا المحاضره اللي جايه نعمل تيست على الموضوع ده؟ نعمل لا. تجربه؟ لا انا بتكلم عن ايه، والله انا بتكلم عن انرجي اناليسيس. انا حاولت ان انا اشرح لكم الهيتنج والكولينج لود بشكل كبير جدا ودخلت وتعمقت معاكم فيه بحيث ان انا اوضح لكم امكانيات الريف تقدر تعمل ايه، لكن عشان نخش ان ديتيل قوي انا دلوقتي على فكره انا بتكلم في كل السيستم، انا اقدر اتكلم في كهرباء وبتكلم في ميكانيكال وبتكلم في بلامنج، فما تقلقش من النقطه دي، لكن دي بتبقى سبيسيفايد قوي مع الام اي بي قوي مش مع الناس اللي ممكن تكون داخله عشان تتعامل مع الجزء الخاص بالانرجي اناليسيس. تمام جدا، شكرا جدا لزوا حضرتك. العفو يا بس على ايه بس؟ الريفت يقدر يحسب حسابات كميه المطر للمبنى. بص دي بنعملها بالداينامو مثلا، انا اقدر اخلي لك من خلال جدول موجود عندك حاجه اسمها امبيدد سكيدول. انا عندي في امبيدد سكيدول بالنسبه للسبيس والرومز، وعندي في حاجه اسمها سكيدول كي. ممكن اخلي سكيدول كي يقرا لي والله الاريات اللي موجوده معايا، اقدر اكريت معادله كيو بتساوي سي في الاي في الاي، حد الانتنسيتي اللي موجوده معايا للمبنى واخليه يقرا الاريا اللي موجوده عندي اصلا المسطح اللي انا عايزه، اقدر اخليه يحسب لي كميه المطر اللي موجوده عندي كلها. على فكره الريفت تقدر تدخل عليه معادلات زي ما بتشتغل على شيت الاكسل بالظبط، زي ما انت بتطلع الكالكوليشن بتاعتها، زي مثلا حسابات الجريس انترسبتور، زي حسابات صرف المطر اللي موجوده معانا اللي باشمهندس بيتكلم عنها، زي حسابات الهيتنج والكولنج لود، زي حسابات عرض الرشاد اللي موجوده عندي في المبنى طبقا للهازارد اللي موجوده معايا، كل دي كالكوليشن اقدر اخلي الريفت يطلعها. يا جماعه الريفت مش برنامج رسمه بس، تقدر تستفيد منه استفادات كبيره جدا حتى في شغلك، تخليه حتى اسيست في شغلك يساعدك. أي أسئلة تانية؟ طبعاً أنا اتكلمت من وجهة نظر الـ MEB. المحاضرة اللي جاية هتبقى المعماري داخل معانا بشكل شوية. ده غير إن المعماري دلوقتي بيبقى له إضافة مهمة جداً مع الريفت، الجزء الخاص بالجنريتيف ديزاين، قدر إن هو يستفيد بيها كويس جداً في إن هو يولد أكتر من شكل التصميم اللي موجود معاه علشان يحقق لنا الاستفادة الأمثل اللي موجودة معايا. علشان الجزء الخاص بالليد. أي أسئلة تانية؟ مين عامل رئيس حمد؟ باشمهندس ياسر اتفضل. والله يا هندسة لو بتتكلم فأنا مش سامع. مفيش صوت ظاهر. لا مفيش صوت برضه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس ياسر اتفضل. اهلا باشمهندس، فرصة سعيدة وشكرا جزيلا على المعلومات القيمة. كان عندي سؤال، الابلكيشن اللي عملتها في الماستر بتاعي هي ان انا عملت الانرجي. هو انا مش سامع والله، الصوت بيقطع. على الريفت. ايوه. وكنت مواجه مشكله في ان انا عايز اوصل لنتيجه، هل معلش انا عندي فعلا مشكله في الشبكه، عرفت لما كنت بعمل الانبوتس للداتا على الريفت حسيت ان الريفت بيطلع لي اناليسيز على اسامبشن ان انا ادخل الداتا الموجوده في الداتا شيت بتاعت اعرف الاكويبمنت حسب اختياري لي هيعمل لي سيف انرجي قد ايه. فهل تقدر تفيدنا حضرتك في الموضوع ده اذا كان ابليكابل على الريفت ولا لا، ولا هو فعلا الريفت بيشتغل على بري اسامبشنز؟ لا بص يا هندسه بس عشان تبقى فاهم الريفت بيفكر ازاي. في نقط الاول الناس بتفكر فيها زي ايه، زي مثلا لو انا حطيت ميكانيكال اكويبمنت وخرجت منها ضغط ووصلتها في اير تيرمينالز، هتبص تلاقي ان كميه الفلو اللي موجوده في كل اير تيرمينال مجمعه
بتلاقي ان كميه الفلو دي هي الكميه اللي خارجه من المكنه، والكلام ده المفروض مش لوجيك، لان انا اوريدي المفروض ان انا ببقى عارف كميه الهواء اللي المفروض مخها داخل السبيس، وبعمل سيلكشن للميكانيكال ايكويبمنت الموجود عندي اللي ممكن يكون كميه الهواء اكبر، ده اللي بيخليني اركب حاجه اسمها فوليوم نمبر. فاوريدي انت بتختار نوع الكالكوليشن نفسها، دي نقطه، دي نقطه وانا شغال في الاول. طب هل الريفت نفسه بيفترض عمليه الاسامبشن نفسها؟ لا، انا ممكن اجي اقول له والله ان الكيو اللي جايه لي من المكنه دي او كميه الهواء اللي دي بمقدار كذا، انا بقول له انا ممكن احطها كبارامتر وادخلها معايا كمان في الكالكوليشن عن طريق الداينامو، اقدر اخلي الجزء اللي موجود معايا ده، ما انا كده كده في السبيس، السبيس يقدر يحسب لي ايه؟ يحسب لي كميات الهواء اللي موجوده معايا بناء على ايه؟ بناء على اول حاجه الابلكيشن، ثاني حاجه بناء على توزيع الاير ترمينال، لان كل اير ترمينال موجوده عندي داخل المكان يا باشمهندس ليها بارامتر اسمه فلو، فبيجمع لي كميه الفلو اللي موجوده معايا داخل السبيس. ينفع بقى انت تقول له والله الميكانيكال ايكويبمنت دي كميه الفلو اللي خارجه منها اكس؟ ايوه، خليها بارامتر. الريفت مش هيدي لك اسامبشن، انا اوريدي بيدي لك نقطه معينه للابلكيشن، يعني ممكن اخش على اشري واقول له والله ان الاوفيس بيلدينج في الغالب مثلا ممكن ياخد مثلا 300 اف ام، انا بفترض يا جماعه مش بقول ارقام، بقول لك بافتراض، هو جايبها من الكود، لكن انت عندك في الديزاين انت حاطط كام اير ترمينال وبناء على ايه وضعيه الاير ترمينال بتاعتك. فاكرك لما بنيجي نشتغل تكييف بنشتغله بعد اللايتنج، اول اعتبار موجود معانا اللايتنج، ثاني اعتبار الاتش فاك، ثالث اعتبار الجزء الخاص بالسبرينكلر. تمام، فاوريدي يقدر يساعدك في الجزئيه دي. كمل يا باشمهندس ياسر اتفضل. والله انا يعني شكرا على اجابتك. بس انا كنت النقطه اللي كنت حابب يعني لغايه النهارده انا مش لاقي اجابه عليها، يمكن حضرتك عندك الاجابه او حد من الزملاء اللي حاضرين معانا، ان هل اقدر اعتمد على الريفت اوفيشالي وانا في مشروع، المشروع بيراجع ورايا الثيرد بارتي عشان نحتكم الى الكالكوليشنز اللي انا طلعتها او النتائج اللي انا طلعتها من الكالكوليشنز او الاناليسز اللي عملها لي الريفت؟ يعني انا لما اعمل اناليسز على الريفت بانبوتس حسب السليكشن بتاعتي في لايا كان الايكويبمنت او الماتيريالز اللي انا اشتغلت بيها في المعماري او كل البارامترز اللي بتخص الانرجي اناليسيس، هل الريفت نقدر نتحاكم اليه انا والثيرد بارتي او انا والاستشاري او انا والكلاينت علشان نقول ان الاناليسيس بتاعته موثوق فيها؟ يعني ايه المرجع للريفت كسوفت وير، المرجع الرسمي اللي يخلينا كورل بوك وهالاند ايكويشن او لا كورل بوك او هالاند ايكويشن؟ لو حد كلم حضرتك بالنسبه للجزء الخاص بالريفت قول له والله هو اصلا بيرجع للداتا موجوده معاه في الكالكوليشن، مش بيحسب كده وخلاص، وبيحتكم لايه؟ قول له الجزء الخاص بالميكانيكال سيتنج، هو بيتعامل مع الجزء الخاص بحاجه اسمها الكورل بوك وحاجه اسمها الهالاند ايكويشن، ودول معادلات رئيسيه واساسيه في الاعمال اللي موجوده معاه، يقدر ان هو يطلع لك القيمه مور اكيوريت. بس النقطه الاستشاري او الثيرد بارتي بيشتغل بايه يا باشمهندس؟ لان انا اوريدي ممكن اجي اشتغل في مشروع في استراليا، وده حصل قبل كده، اشتغلت في مشروع طلب كل الدوكيومنتيشن اللي موجوده معانا على الريفت. ففي ناس كانت شغاله معانا في المشروع بتقول له والله إيه احنا ممكن نتعامل مع برنامج الهاب، وده البرنامج اللي بنعمل عليه الكالكوليشن على طول وبتاع. قالوا لا، انا عايز الجزء الخاص بالدوكيومنتيشن كامله تطلع لي على الموديل كامل. عكس ممكن باشمهندس تاني يجي يقول لك لا يا ناس احنا بنراجع بالهاب، فكل الريبورت اللي موجود معاك الهاب. هتيجي تقول له والله انا هبعت لك ريبورت من الريفت وحضرتك تقدر تعمل الكومبير، مش هتلاقي فيه فروقات اصلا في الاجزاء اللي موجوده دي. هيجي يقول لك لا والله يا باشمهندس احنا متعودين بالهاب، حسب الكلاينت عايز ايه. انت ممكن تقنعه بايه؟ تقدر تقنعه بان الريفت شغال من كود اشري، ادي نقطه، تاني نقطه شغال بمعادلات زي الكورل بوك وزي الهالاند ايكويشن بالظبط. بس ده اللي انت ممكن تعمله. شكرا ليك باشمهندس. العفو يا هندسه علي. باشمهندس سؤال ثاني سريع اذا سمحت لي. اتفضل. اذا سمحت لي بالنسبه للنيو فاليو مثلا للانفلوب، هل انا كده انا طبعا على الريفت اعمل اللايرز بتاعت سواء الوولز او الروف او حتى الفاونديشن،
هنا انا بدخل يو فاليو من عندي لكل لاير، والريفت بيطلع لي الكومبريهنسيف يو فاليو للانفلوب، ولا انا اللي محتاج احسبها وادخل له قيمه اجماليه بعد كده؟ طيب حضرتك لو انت يعني داخل في السوق او اشتغلت على مشاريع قبل كده هتلاحظ الاتي: لو المعماري مدينا القيمه اللي موجوده عندي يا باشمهندس، فانا مش محتاج اصلا اضيف قيمه لليو فاليو اساسا، انا اعتمد على لينكينج المعماري اللي موجود معايا واقول له والله خد لي القيم اللي موجوده عندي من كل الخرائط اللي موجوده معايا، وانا كده استفدت من الريفت ومن المعماري الشاطر اللي يقدر ان هو يفيدني في الجزئيه دي. طب لو مش كده، فوريدي حضرتك احنا معانا نسب، يعني الميكانيكا ما بيفرقش معاه الحائط، ما بيعرفش تكوينه، هو مش معماري، لكن يعرف يقول والله ده حيطه معرضه للشمس، او الاريا اللي ورايا اريا مش مكيفه، ففي الحاله دي هاخد اليو فاليو بمقدار اكس. هو معاه قيم ريفرنس يا باشمهندس بيشتغل بيها، مش هيوقف نفسه. من الاخر باشمهندس الام اي بي او المهندس التكييف مش بيقف على معماريين، واحنا عارفين الكلام ده، لان احنا لحد اخر المشروع فالمعماري بيغير نتيجه الكلاينت نفسه. فاوريدي المهندس بيفضل يعيد على طول، فمش هيفضل يعيد في الحسابات، فبيعمل ايه؟ بيامن نفسه، والقيم اللي بياخدها بياخدها اعلى من قيم المعماري، فما تحتاجش النقطه دي. لكن لو انا عايز احتكم النقطه الاصليه، لا والله يا باشمهندس، لو انا عارف والله الماتيريال اللي موجود عندي الحوائط اقدر انسب النيو فاليو اللي انا عايزه. طب لو مش عارفها اختار النسب الاعلى. طب لو المعماري عندي موفر ده كله مش هحتاج اعمل ده كله خالص. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا هندسه، كنت عايز اسال على الليد، موضوع الليد ازاي استفيد من الريفت في ان انا اعمل ريتنج سيستم للليد. امال احنا كنا بنقول ايه من بدري؟ ايوه حضرتك كنت بتشرح الهيدنج والكولنج لود، وكان في سيمبل صغير كده اسمه يوز لود كريدت، ده اللي احنا كنا علمنا عليه، لسه ما اتكلمناش بقى بيعد النقط ازاي. المحاضره اللي جايه ان شاء الله هي دي لما هنتكلم على الانرجي موديل، وهناخد الانرجي موديل ده ونرفعه على الجرين بيلدنج ستوديو، هيبدا بقى ينسب لنا النسب اللي موجود معانا دي كلها عشان نقدر نحقق البريد كويسيشن بتاعتنا. تمام. بتاع اكوردنج للتصنيف بتاع الليد، اكوردنج لليو اس جي بي سي يا باشمهندس. ايوه تمام، ميرسي جدا لحضرتك. العفو يا هندسه. على ايه؟ اي اسئله يا جماعه؟ اكيد الناس اللي ساكته دي اكيد كلها فاهمه يعني، مش عارف والله. طيب يعني انا بحب اشكر بيم ليبيا بصراحه على انها اتاحت لي الفرصه ان انا يعني اشرح المحاضره دي، وبالاخص باشمهندس عمر. ولو في اي اسئله يا جماعه انا موجود معاكم، ما فيش في اي مشكله خالص. مره تانية ميرسي جدا ليكم، وان شاء الله اشوفكم على خير المحاضره اللي جايه باذن الله. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس، يعني محاضرة استمتعنا بيها، وفي انتظار المحاضرة الجاية بإذن الله. ربنا يخليكم ويخلي حضرتك أساسا. الله يكرمك يا باشمهندس.